يعني كأنه الواحد عم يكسر حجار. لا سيدي، مو المحاضرة اللي كانت ناشفة، الدكتور هو اللي كانت خلقته ناشفة. بلا شو؟ شو بدكم الدكتور يعملكم يعني بالمحاضرة؟ يحكي لكم نكت ويسليكم؟ لك يا أخي ما قلنا هيك، بس يطري الجو شوي. ليش هيك قبضة جد ما بعرف؟ ولا شو رأيك عاطي؟ شو؟ يا حبيبي، الأخ مو معنا بنوب. صباح الخير. معلش شباب، أنا رح أشرح له. تفضل أرسطو زمانك، شرح له. حبيبي عاطف، نحن والشباب كنا عم نتناقش إذا كانت المحاضرة هي اللي ناشفة ولا الدكتور خلقته ناشفة. بقى أنت شو رأيك؟ الكلية كلها على بعضها ناشفة. العمش وندمان لأني سجلت هندسة كهرباء. ليش بقى عاطف؟ يا أخي ما عم تنهضم معي. يا جماعة ما عم تنهضم معي بنوب. لسه ما صار لك بالقصر إلا من مبار العصر. لساتك سنة أولى وعم تحكي هيك، شو بدك تحكي بعدين؟ مو هيك؟ بقى أحسن شيء الأمور تنحسن من البداية. بقى من أول الطريق ولا من آخره؟ شو قصدك؟ والله يا عماد أنا عم فكر غير الفرع كله. شو هالحكي؟ وعلى شو بدك تغير؟ أنا السنة الماضية سجلت أدب إنجليزي، رديت رجعت عدت البكالوريا وسجلت هندسة كهرباء مثل ما لك شايف، وعم فكر هلأ أني أرجع رد داوم بالأدب الإنجليزي. ها، وطالما بدك ترجع للإنجليزي ليش عدت البكالوريا لك؟ أخي هيك حيواني. هلأ المهم، قررت ولا لسه؟ لا لسه ما قررت، بدي شاور أهلي بالأول. ها، ما رح أخذ تاني مرة قرار لحالي. وليش بالله لما عدت البكالوريا ما شاورت أهلك؟ أخي خليها لله أحسن شيء. روحوا نشرب لنا شي كاسة شاي، رح بيطق حلقي من النشاف. شرفوا شرفوا أمشي. صباح الخير ماما. أهلين ماما. صباح الخير. بسلق لك بيت؟ لا يسلم إيديك، بكفي. عادي ليش واقفة؟ معليش يا حبيبي، مستعجلة شوي. أنا نازل على المكتب، بدكم شي؟ ما بدك تفطر؟ قلتي باكل لي شي بقيمتين احسن ما ضل على الريق. على فكره لا تنتظروني اليوم على الغداء لاني حتاخر. منيح يلي قلت لي. اصبح ماما دبر حالك اليوم على الغداء، انا كمان يمكن اتاخر. ليش شو في عندي؟ عاملين اكله تبوله انا والشله. بابا ممكن اخذ من وقتك شوي؟ خير، شو في؟ في موضوع حابب احكي معك بخصوص الدراسه. معلش بابا معلش، اجل لي يلا بعدين، انا تاخرت. لحظه شوي، لوين رايح؟ وصلني بطريقك، انا كمان تاخرت. بدك شي ماما؟ سلامتك. يلا باي باي. تفضلي. شرفوا شباب، المحاضرة رح تبلش. أنا ما بدي أحضر اليوم، مو جاي على بالي. وأنا كمان يا شباب، مو جاي على بالي أحضر. هلا لا تعملوا لنا مشاكل، يا بنحضر كلنا سوا يا بنفقس كلنا سوا. طيب خلونا بس اليوم نفقس كلنا. إيه. خلص، فقسنا، وين بنروح؟ تنزلوا على كلية الآداب؟ إيه والله حلوة، دخيل الآداب أنا أمشي. عيونك. شرفوا. يا عيني يا عيني. حبيبي عاطف، أنا يمكن أتأخر شوي لأني رح أنزل مع طنط وداد على السوق. سخن وكل. سأعود مساء بسبب انشغالي بالمشروع. تحياتي. لسه ما تغديت. هلا بدي اتغدى. ايه صح. وانا اذا بدك تعال تغدى معي، ما في حدا عندي بالبيت. ليش وين اهلك؟ بابا بالشغل وماما عندها زياره. ايه بسيطه، طالعين بعد ساعه مشوار بالسياره، تطلع معنا؟ انو سياره؟ سياره بابا. ليش ابوك طالع معنا؟ شو بنا عاطف، معقول بابا يطلع معنا مشوار؟ انا اليوم رح اخذ السياره لحالي. ايه بس على حد علمي انك ما بتعرف تسوق. مين قال الحكي؟ أنا بعرف سوق، بس أنا ما معي شهادة وبابا مرض يعني طالع لي. ولكن شلون بدك تسوق السيارة بدون شهادة؟ إيش أول مرة أنا بسوق السيارة بلا شهادة؟ بعدين أنت لا تحكي الهم، أنا بدبر حالي. طيب وشلون بدك تدبر حالك؟ هو علينا، شو أنا عاطف؟ صار لي 3 سنين بسرق مفاتيح السيارة وبسوقها بدون شهادة، ولحد هلا ما في شرطي يوقفني. إيه بس على حظي هلا بجوز شي 100 شرطي يوقفك اليوم. هلا قل لي وخلصني وحاجتك لعي، بدك تطلع معنا ولا لا؟
لا بطلع بطلع معكم. اصلا شو بدي اعمل لحالي بالبيت؟ لكن بنمرق لعندك بعد ساعه. يلا سلام. لك يلا خف رجلك، مو سامع الزمور. لك فهمت فهمت، ضروري تصرع الحاره بزموره. لك اطلع هلا، ناقصني محاضرات انا. هلا انت عن جد ما معك شهاده ولا عم تمزح يعني؟ ليكو التاني ليكو، لك مع مين جاي هالشب يا شباب؟ شباب معنا ساعه واحده بس، وين نروح؟ روح وين ما بدك، المهم يكون مشوار في بلة قلب. طيب انا ما عندي مشكله، بس يا شباب عن جد ما بدنا مشوار في تلطيش بنات اذا بتريدوا. لا لا عاطف، انت هيك عم تصعب الامور كتير علينا. بسام الله يخليك، نزل لي من السياره لهذا، هذا واحد مو خرجوا مشاوير. شوف عاطف، اي تعليق تاني اعتبر حالك صرت على الرصيف. يطلع طلع انت قدامك بلا ما تفوتنا بشي رصيف هلا. شباب شو رايكم نروح على ابو رمانه؟ لا لا اخي ابو رمانه لا، حاكم هلا ملطش لنا شي بنت يطلع ابوها شي مسؤول، هوني كل المسائل. قلتك مو ناقصنا مشاكل، اصبح رح انزل على الصاع. شو رايك عاطف؟ ما لقيته الا عاطف تستشيره. لك شو فهمه عاطف بالمناطق الحيويه؟ انا برايي نطلع على مشروع دمار هلا، بتكون حاكي هوني. وهو كذلك، الى المشروع ايها الجيل الصاعد. ياهو. صباح الخير ماما، الفطور محطوط على الطاولة. أنا اضطريت أنزل بكير لأني رايحة مع طانت سلوى على بيروت نشتري شوية تياب. دير بالك على حالك وبس ترجع الأكل بالبراد، سخن وكل. حبيبي عاطف، أنا ما رح أجي على الغداء، تركت لك مصروفك تحت الورقة. خبر عاجل جدا شباب. خير يا طيب. اليوم ما في سيارة. وليش بقى؟ بابا عرف اني كنت سارق السيارة مبارح وعمل لي منفض مرتب. ايه بالساهل، لك حدا بيسرق سيارة ابوه انت التاني؟ فعلا انك انسان تافه وعديم الشعور بالمسؤولية هالشبها، قسما بالله ما اكون محل ابوه، لا اعرف لك رقبتك اعرف. الحق مو عليكم، الحق على بسام اللي عملكم بني ادمين وطلعكم بسيارته. يا عيني عليك يا عاطف، شو بتفهم؟ اصلا انت افهم واحد بالشلة كلها. المهم هلا شو بدنا نعمل؟ شلون بدنا نطلع من دون سيارة؟ خلص شو بدكم انتو، مندبر حالنا. وشلون مندبر حالنا؟ يا لطيف شو بتنق، بس نجتمع بنحكي. وين بتحبوا تجتمعوا؟ اذا بدكم مروا لعندي على البيت ونطلع سوا. وهو كذلك، شايفك اليوم عاطف مو حابب تفوت على المحاضرة بنوب، بعدين وين كنت بقى؟ تركتهم جوا بالقاعة، ما لي حابب احضر المحاضرة اليوم. ايه بس اليوم عنا عمل يا حبيبي، واذا ما حضرت بينقصوا لك علامات. يا سيدي وينقصوا، شو شايفني كتير مطول بالكلية؟ مالي مطول. صحيح عاطف، شو صار معك؟ حكيت مع اهلك بالموضوع؟ امبارح بابا وماما ما كانوا بالبيت، بركي اليوم ان شاء الله بفاتحهم بالموضوع. يا رب يا رب يوافقوا. شو انا كثير مضايقك بالكليه؟ بدك تخلص مني بسرعه يعني؟ لك لا يا عاطف مو هيك قصدي، بس انت لما بتصير بكليه الاداب بيصير لنا حجه نخفق رايحين جايين لهنيك. ايه والله مزبوط، يعني معقول ما نروح كل يوم نشق على رفيقنا؟ ايه كم عاطف نحن عنا؟ لا سيدي ما حذرته بنوب، لاني بس ارجع على الاداب ما عاد اتعرف عليكم اطلاقا. وليش بقى حبيبي؟ هيك بقى حبيبي، حابب ارجع التفت لدراستي ودوامي وعوض كل شيء ان شاء الله راح علي. الله. واو.
أنا اضطريت سافر للأردن، رح غيب يومين. تحياتي للجميع. على فكرة ما رح أنسى لك الهدية. عاطف، أنا اليوم معزومة مع خالتك ريما على الغداء. الأكل محطوط فوق الفرن، سخن وكل، وإن شاء الله بالهنا والشفا. مرحبا عاطف. سلامات. جاهز؟ حضر. أهلا. فوتوا فوتوا اشربوا قهوة. لا بدنا نمشي. لك هلا وقت القهوة أنت الثاني، امشي امشي عدمني إياك امشي. يلا شرف. أهلا وسهلا. مع السلامة يا هلا. اطلع على أصلي. شو بسام؟ وين السيارة اللي وعدتنا الدبرة نطلع فيها؟ السيارة موجودة. وينها؟ بس أنتوا بالأول مستعدين تعملوا مثل ما أنا بقلكم؟ طيب. ما بدنا نعرف شو بدك تعمل بالأول؟ رح نستعير هاي السيارة. ها؟ ومن مين بدنا نستعيرها؟ من مين؟ يعني من صاحبها؟ لك فهمنا عليك، بس وينه صاحبها؟ صاحبها مسافر برات البلد. شو قصدك يعني نسرقها؟ ولك هس وطي صوتك. مين قال بدنا نسرقها؟ منطلع فيها ساعتين زمان ومنرجع منصفها محلها، يا اما منصفها بمحل تاني. اي نفس الشيء، يعني هي اسمها سرقة. هذا ناوي يفضحنا ها؟ لك طول بالك عاطف، خلينا نفهم شو القصة. شباب اطمنوا، انا دارس الموضوع منيح. هي السيارة صار لها شهرين ما تحركت من ارضها، فاذا اخذناها ما حدا رح ينتبه. بسام والمفاتيح، يعني شلون بدك تفتحها؟ انتوا هذا الموضوع اتركوه علي، انا بتصرف، بس شو رأيكم؟ انا موافق، بس على شرط. انت بتفتحها وانا بسوقها. يا سيدي كل واحد منا بيسوقها نص ساعه. اتكلنا على الله. يلا. لا يا شباب معلش، انا عذروني معلش. شبك عاطف لا تكون جبان. شبنا عاطف، اللي بيصير عليك بيصير علينا حبيبي. شبك حبيبي بسام، حاج ضيع وقت. يلا تيسر انت، نحن رح نستناك هنيك. الله يفتحها بوشك. يلا موفق اخي، موفق. شد همتك. يلا اطلعوا اطلعوا. يلا يلا بسام، صف على اليمين، صار دوري. صف على اليمين. لحتى ورجيكم شلون بسام ما بيطلع له معي بسواقه. شرف شرف. مالك عاطف؟ ليش كل هالسرعة ولي؟ لحتى ورجيكم انه بسام ما بيطلع له معي بسواق. انتبه يا اخي انتبه. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. انتوا الاربعة ما معكم شهادات سواقة وفوق منا سيارة مسروقة؟ عفوا سيدنا، نحن ما سرقناها، استعرناها عائلة بس. غزولة العم ضربك من أوقعها. انت اللي كنت عم تسوق السياره ما هي؟ نعم سيدي. شو اسمك؟ عاطف رزاق سيدي. شو اسم ابوك وامك؟ عم اقول لك شو اسم ابوك وامك؟ شو ترشد؟ العم على هالقصه. لك شو اسم ابوك وامك؟ احكي. هدول بيقدمي سيدي. قلت لما عم قلك سيدي، هدول هن اللي بيقدمي. قبل
الحواش انت لو الناس خاري لما ابتليت ما نفعني عمي ولا خالي. أتوسل إليك يا رب العالمين إنك تجيب العواقب سليمة يا رب. أو تنشفي شيخ زعلان الفرحان، شيخ بني شميلان أو فارس الفرزان وأمير العربان، وتعافيه من مرضه وتزيل الشدة عن قلبه. قولوا معي آمين يا النشامة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تصدقوا بالله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليم الله من يوم نقلوا شيخنا وكبيرنا ومشيرنا وتاج راسنا الشيخ زعلان على المدينة، وعيني ما ذوق النوم. ليش مين فينا قادر ينام يا نايف؟ أدعو له يا جماعة الخير حتى رب العالمين يمن عليه بالشفاء العاجل. ألو، هلا مرهج. هلا والله، شلونك؟ شلون علومك؟ وشو أخبارك؟ بشر يا وجه الخير، بشر تشوف. ها؟ شنو تقول؟ العملية نجحت؟ العملية نجحت، العملية نجحت، يا رب لك الحمد. الشيخ صحته زين؟ الله يبشرك بالخير يا وجه الخير، الله معك. يا جماعة العملية نجحت، نجحت العملية يا النشامة. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لك يا رب، الحمد لله يا رب. نجحت عملية الشيخ يا الربع، نجحت عملية الشيخ زعلان يا الربع، يا الربع، يا للعشيرة، يا للعشيرة، مبروك يا للعشيرة، مبروك يا للعشيرة، يا الربع، يا أحمد العشيرة، بشارة خير، نجحت عملية الشيخ زعلان. يا جماعة الخير، قول قول يا شيخ، يا شيخ عبد العاص. والله ترى ودي أغني قصيد بمناسبة شفاء الشيخ زعلان. قول، أطلع بنغم الرباب يا طراد. قول يا طراد. جود يا شيخ. قول الجمري حج الوداع ويثبت حجته للشاهدين. مقدر على بعدك يا شيخي ساعة، والعشيرة من خرابي يطق حزين. واللي دالحين نرغب في سماع وصولك سالما من ذي المدين. يسلم اثمك يا ابو دعاس، يسلم اثمك. الله يسلمك يا جماعة الخير. دحين حنا فرحانين ومبتهجين بسلام الشيخ عشيرتنا وتاج راسنا الشيخ زعلان. اي والله يا ابو دعاس، قلبنا هم للفرح قاعد ينط نط. بس حنا كمان يا هالربع يعني ضروري نقوم بالواجب ونسافر لعنده على العاصمه حتى نزوره ونطمن عليه قبل لا يجي الهان. اي بالله، هذا هو الحكي الزين. معلوم، لزوم نشوف الشيخ ونطمن عليه، لانه مثل ما تعرفون الشيخ زعلان رجل شهم ونجمي ويحب العزوه، وضروري لما يفيق ويصحى من البنج يلاقي عزوته حواليه، ضروري يلاقي رجال صناديد شجعان ما تهاب المنايا، فرسان اجاوز تفتديه بالروح والدم بعد. حنا لها يا ابو دعاس، حنا لها. اي بالله حنا لها، لزوم نروح كلنا على المستشفى. اي عيب ما نروح يا الربع.
لحظة يا وجوه الخير، إذا حنا ودنا نروح كلنا على المستشفى، ترى ما تكفينا مستشفى واحدة، بدنا مستشفيتين أو ثلاث على أقل تقدير، لأنه عددنا كما لا يخفاكم 10,000 راس تقريبا. طيب وشنه الحل يا أبو دعاس؟ والله ترى أنا برأيي أنه نختار وفد من وجهة القبيلة، وهذا الوفد راح يمثل كل بطون وأفخاذ العشيرة، وهو اللي ينوب عن كل القبائل بزيارة الشيخ زعلان. وموافقين؟ اي موافقين يا شيخ ابو دعاس. وترى اني بهذه المناسبة يعني اود اسمعكم قصيدة، يعني هالقصيدة تعجبني كثير. الموت علينا حق، ومن هذا المنطلق اود اسمعكم القصيدة. قول. غير مجدي املتي واعتقاري، نوح باشن ولا ترنم جاذي. وش بيهن صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. صح هذه قبورنا تملأ الرحب، لعد عويش ما بتقلي وين القبور من عهد عادي. يا وجوه الخير، كلنا منعرف كبيرنا وصغيرنا والمقمط بسريرنا إنها الشيخ زعلان من أهم شيوخ البدو. وهالشي مش بس لأنه الشيخ أكبر عشيرة هان، هالشي لأنه كمان الشيخ زعلان صاحب حسب ونسب بيشرف كل العربان. ولا تنسوا بعد أن الشيخ زعلان هو ولد فليحان، ولد سطيحان، ولد فليجان، ولد الشيخ بعيجان اللي كان إلو الفضل بتوحيد العربان، ولم شمل أكبر 13 بالبادية والجزيرة. ومثل ما تعرفون يا وجوه الخير، الشيخ بهجان من سلالة بني عبس قبيلة الفارس المخوار عنتره بن جداد. والنعم والله. ولا هالشي هذا، إحنا لازم نوقف مع شيخنا بهيك محنة، وأقل واجب ممكن نفعله إننا نشد الرحال على العاصمة ونقعد فوق راسه ونشق عليه ونتطمن على أحواله. قولي صح ولا شلون؟ إلا صح يا شيخ أبو دعاس، كل فراد العشيرة حابين ينزلوا على العاصمة حتى يتطمنوا على صحة الشيخ. كلام سليم، بس حنا بالتالي ما نقدر ناخذ كل ولاد العشيرة على العاصمة، ولهالسبب ودنا نختار من كل بطن أو فخذ 4 أو 5 من وجوه الخير. يعني ما بمانع يا شيخ أبو دعاس، بس كيف ودنا نختارهم؟ يعني نخاف على اللي ما ينول شرف زيارة الشيخ زعلان ينكسر خاطره ويزعل. معناها ما بو قدامنا غير حل واحد. وشنه الحل يا شيخ؟ والله الحل يا مزعل إنه نختار النشامة بالقرعة. ول 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 وإذا حنا ما نجحنا بالقرعة يا شيخ أبو دعاس؟ لا يا نايف لا، الأعيان وشيوخ البطون والأفخاذ يروحون مع الوفد من دون قرعة، والباقين بالقرعة. وترى مين الأعيان اللي ما راح يدخلون القرعة يا عم الشيخ أبو دعاس؟ أني والشيخ مزعل والشيخ نايف والشيخ شعيس شيخ بطن الشعايصة والشيخ برهوم شيخ فخذ الرحالة والشيخ رحال شيخ بطن الصوالحة والشيخ شامخ شيخ فخذ الشوامخة والشيخ عكاش شيخ بطن العكاكشة والشيخ طنيش شيخ بطن الطنانشة. ولا تنسى شيخ بطن الفطاحلة الشيخ فطحل. اي بالله اي بالله صحيح، كنا رح ننسى الشيخ فطحل. لسه في حدا كمان؟ اي بو الشيخ وردان. اوه صحيح صحيح، والشيخ وردان لسه في حدا بعد؟ لا ما بقى حدا يا شيخ. أصبح دحين ودنا نختار 3 نشامة من كل فخذ ونشمين من كل بطن، إضافة على الشيوخ اللي عدناهم. إيش رأيك يا شيخنا نختار النشامة بالانتخابات؟ لا يا مزعل، الانتخابات بتعمل حزازات، وحنا ما ودنا نعمل حزازات. وهالحز خلينا على القرعة بيكون مليح. يا جماعة الخير، عم الشيخ أبو دعاس يهرج زين، خلينا على القرعة أحسن. ارميها ها ينطيش العافية ها.
ينطيش العافيه. وانا اخر واحد يا شيخ. بارك الله بي. وهسه عود النتيجه يا شيخ. اي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هات اشوف. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. مصلح الهايش من فخذ الشوامخه. مبروك يا شيخ هايش. مبروك يا شيخ. الثانية. طافش الأعرج من بطل الصوالح. مبروك يا شيخ عرج. مبروك الله مبروك الله يا بالسهر يا شيخ. زي الثالثة. يا الله. هزاع الاصطحان من فخذ الرحاحلة. شيخ هزاع مبروك يا شيخ هزاع. والله هذا بالسهر يا شيخ. مبروك يا شيخ. مبروك يا شيخ. الرابعة. يا الله. تفضل. بسم الله. صقر الطايش من بطن الشعايز. هالصقر دايم طاير. ايش رايك يا بنت العم؟ بالله انك مزيون ومهيوب يا ولد العم. من قلبك الحكي يا مشاعل. الا من قلبي ومن صمصوم قلبي بعد. يشهد ربي انك ازين وهي برجال بالعشيره كلها. قولي لي يا مدعاس ما تريدين شيء من العاصمه؟ اي بالله اريد يا ولد العم. وايش تريدين يا مشاعل؟ اريد جنينه بارفان يا ولد العم. ها شنو البارفان؟ يعني جنينه ريحه. واريد بعد قرطين ذهب وخاتم. ول 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 يا بنت الحلال، أنا رايح على المستشفى أزور شيخ العشيرة ومالي نازل على سوق الصاغة. أدري، بس إذا صار معك وقت بعد المستشفى أخطف رجلك على السوق وجيب لي الحوايج اللي طلبتها. حاضر يا بنت الحلال، رح أخطف رجلي على السوق كرمال عيونك. بدري عليك بدري. بدري يا مالك أنا أمري. الحب غير ونار إن كنت لا تدري. أدري. ولا تنسى يا مزعل إنك تجيب علبتين حلو للعجيان. ول 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 علبتين حلو للعجيان. إي علبتين، علبة للعجيان وعلبة الهلي. ولا أنت يا مزعل ما تريد إن هي يأكلون الحلو؟ أنت نسيتي يا نوفا إن أبوج ضرسه منخور ومسوس وما يسوى له أكل الحلو. صحيح أبوي ضرسه منخور ومسوس، لكن أمي ضرسها مش منخور ومش مسوس وتقدر تاكل حلو. طيب غير الحلو تريدين شيء؟ إي أريد قلم كحلة وإصبع حمرة للشفايف وعلبة ماسكرة. يا نوفا إيش فهمني بهالحوائج يا نوفا؟ أنا ما أعرف أفرق بين قلم الكحلة وقلم الستيلو وبين إصبع الحمرة وإصبع الديناميت. تريدين مني أصير مضحكة بالعاصمة يا نوفا؟ شو يعني يا مزعل؟ إذا 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 اشتريت من العاصمة هالحوايج لحرمتك تصير مضحكة؟ طيب يا نوفة طيب انسي الحمرة والمسكرة. إيش رايك أجيب لك شحاطة زنوبة من العاصمة؟ زنوبة؟ زنوبة يا مزعل؟ خلاص عازك وعوازك، خلاص ما عاد ودي شيء. يلا يا اخوي سلام عليكم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ينطيش بالعافيه. الله يعافيك يا شيخ. الله يا جماعه، يا جماعه الخير اطلع واحد ورا الثاني. هالحس مستعجلين وخلي التبويس لشوارب الشيخ زعلان والقبل لصحته المهيوبة. يلا يا جماعة. الله الربع. تفضلوا تفضلوا. سلامة يا أبو دعاس. سلامة. أركب عليهم.
هي يا عم الشيخ ابو دعاس، يعني متى نقدر نفوت نشوف الشيخ زعلان؟ يلا يلا دقيقه، هل حس ندخل؟ والله يا شيخ ابو دعاس يقولون الزياره ودها اذن. ودها اذن؟ ومين قال هالحكي؟ اي هذا الهرج اللي سمعته. ليش حنا من متى كنا ناخذ اذن؟ اه وقت نحن عشيره ابن شبيلان، تدري شنو يعني عشيره ابن شبيلان يا مزعل؟ اي ادري يا شيخ ابو دعاس ادري. نايف الحقني تشوف. حاضر يا عمي. ينطيش العافيه يا النجمي. الله يعافيك. خير يا جماعه؟ شوف في ليش العشاء ما في شيء. يجعلك سالم ان شاء الله. هالوجوه الطيبه اللي شايفها قدامك كلهم من وجهاء عشيره بن شميلان. اهلا وسهلا والسبعه العام والله. او جايين بلا ما اخذ منك او مستحه نزور شيخنا وتاج راسنا الشيخ زعلان الفرحان. هون عندنا بالمستشفى؟ اي بالله يا اخوي، الشيخ زعلان عمل عمليه قلب مفتوح هان بالمستشفى، والحمد لله العمليه نجحت ورتشبوا له برابيج وخراطيم ورجع يتنفس الزلمه، وحنا دالحين جايين نزوره ونشق عليه. شو هالحكي هاد؟ وجايين 200 واحد مشان تزوروا مريض؟ ول 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 هل حس نحن 200 واحد؟ شو انت ما تعرف الحساب؟ نحن كلنا على بعضنا 28 وجه من وجوه العشيره. انعم واكرم والله، وكلياتكم تكون تزوروا؟ الا كلنا، لكن نصنا. اي يا ولد ما تستحي على وجهك، شو هالاسئله هاي اللي ما لها طعمه؟ ما تفهم؟ على كل حال اذا كنتوا 30 او 3 مو هذا المهم، المهم انه هلا ممنوع الزياره. ول 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 ومين انت حتى تمنعنا؟ انت تدري شنو تقول ولا تراك تهرف وتهذي وتخرف؟ لك حبيبي مو انا اللي عم امنعك، النظام والقانون بالمستشفى هيك بنصه، بعدين يكون بعلمك انه مواعيد الزياره بين 3 و4 وهلا صارت الساعه 5، يعني هلا ما في زياره. سمعان يا نايف؟ سمعان ايش يقول هذا الزين؟ يقول القانون والنظام. سامع يا عمي سامع. اسمع يا هالنجمي، هذا اللي تقول عليه نظام وقانون ما يمشيش علينا. حنا فوق القانون فوق النظام، حنا فوق التعليمات والتوجيهات والخرابيط اللي بتحطها الدولة كلها. اوف وليش بقى؟ يعني انتوا على راسكم ريشة؟ اسمع يا ول، نحن مش بس على راسنا ريشة، حنا على راسنا 60 ريشة بعد. وك حنا وجوه عشيرة ابن شبيلان يا وجه البوم، وك ما تسمع فينا انت؟ ولا مالك عرفان وين الله حاطك؟ يا سيدي على عيني وراسي انت وعشيرتك، بس بصراحة انا بحياتي مو سمعان باسم هيك عشيرة، ورغم هيك انا ما بقدر اخالف القانون. وكأنه قانون هذا يا وجه الشوم؟ شو هالقانون اذا بده يمنعنا عن شيخ عشيرتنا وتاج راسنا الشيخ زعلان؟ عمي ابو دعاس هي ما ظل قدامنا غير حل واحد. شنو؟ اتشبسو. اتشبسو؟ شلون يا ول اتشبسو؟ يعني انطيه قرشين وخلينا نتيسر لجوا. يعني بيمشي الحال بقرشين؟ اي يمشي الحال، هي صايره المدينه. اسمع يا وجه المؤمنت، خذ خذ هذن وسهل سهل امرنا علينا، ربنا يسهل عليك. اعوذ بالله. شو ناوي تخرب بيتي انت؟ خود حبيبي، انا مستحيل اخذ منك ولا قرش. ما قلت لي اتشبسو؟ مش عم ينشبس معاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا بالحسنة تبغى تفوتنا ولا حتى بالرشوة، بقى شنو الحل؟ حيرتنا يا بخش القلب. الحل؟ رجعوا بكرة الساعة 3. وك فهمان شنو عم تقول أنت يا بهيم؟ حنا وجوه فرسان عشيرة بني شبيلان، وفرسان بني شبيلان بعمرهن ما رجعوا. شو مالك قاري تاريخ بالمدرسة أنت؟ اسمع شو راح اقول لك ولك. ارفع سماعه الهاتف اللي عندك هي، واتصل بكبار المسؤولين بالبلد وقل لهم انه وجوه عشيره بني شبيلان واقفين على باب المشفى ممنوعين من الدخول، وشوف شو راح يجاوبونك. والله يمكن يلعنوا افطاسك وافطاسك يحطوك. هان اخي انا راح احكي مع المسؤول اللي جوا، اكثر من هيك ما معي صلاحيه. شو عم بتقول؟ ما فهمت عليك. علي صوتك شوي. نعم قبيلة بني شبيلان واقفة تحت. ولك شو شايف بنام انت؟ لك وضح وضح.
وضح شو عم بتقول. لك وضح لأفهم عليك بس. شو هالحكي؟ كم واحد يعني؟ يعني بحدود 30. 30 شخص؟ اوف 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 اوف. وما عم يرضوا يتزحزحوا من محلاته. طيب اسمع لهلا. انت بعت لي شي واحد او اثنين منهم وانا بتفاهم معه. ما بعرف. انت شوف اكتر واحد معنطس فيهم وبعت لي اياه. يلا. انا عم بنتظر بمكتبي. يلا باي. عفوا يا عم. انت ابو شو بينادوا لك؟ ول 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 ول. وك انا ابو دعاس راعي المهره معقولي ما تعرفني؟ وك يا حيف عليك يا ولد المدينة. يا حيف عليك. في حد ما يعرف الشيخ ابو دعاس يا وجهة شو؟ عدم المؤاخذة يا جماعة اللي ما بيعرفكم بجهلكم. عمي ابو دعاس استاذ عدنان حابب يشوفك شوي. ومنو هذا الاستاذ عدنان؟ بتعرفه يا نايف؟ لا بالله يا عم الشيخ بعمري ما سمعت به. يا عمي حنا مالنا جايين لنقابل مسؤولين ووزراء، حنا جايين نزور الشيخ وكفانا فخرا. يا سيدي معك حق، بس هو حابب يشوفك مشان هذا الموضوع بالذات. لا حول ولا قوة الا بالله. امشي يا نايف تنشوف هذا الاستاذ عدنان ويش بده. تفضل يا عم الشيخ. وين الطريق؟ مكتبه بالطابق الرابع. بو اسانسير ولا ما بو؟ اذا ما بو اسانسير ما روحه. لا في اسانسير لا تاكل هم. زين هذا كلام زين. امشي يا نايف امشي. تفضل يا عمي. الله اكبر. يا الله. لك يا جماعة الخير نحن مو ضد حدا، ونحن مقدرين مشاعركم النبيلة تجاه شيخكم الجليل، بس يعني بس شنو هو يا وجه الخير؟ لك يا حبيبي الأنظمة والقوانين الموضوعة في هذه المشفى وضعت من أجل سلامة المرضى وراحتهم. شو يعني؟ أنتوا حريصين على صحة الشيخ أكثر مننا؟ هزلت يا نايف والله هزلت. والله يا شيخ هزلت. لك لا يا أخي مو هذا القصد، مو هذا القصد، بس نحن كمان عنا مرضى كتير بالمستشفى وبتهمنا راحتهم. يعني بصراحة دخول هيك عدد كبير لزيارة مريض واحد ممكن يسبب لنا أحراج. شوف يا وجه الخير إذا كنت أنت محروج حنا نقدر نحكي مع أكبر المسؤولين بهالبلد، ونحن رؤساء وزارات بيتمنوا يصافحونا، ونحن عشيرة بني شبيلان يا بشر بني شبيلان. هات الموبايل من عندك يا نايف. هات. تفضل يا عم. يا جماعة أنا برأيي ما في داعي نزعج المسؤولين بهيك موضوع طالما نحن بنقدر نحله. وشلون بدنا نحله ذا الحين؟ أنا برأيي ما في داعي يفوت كل هالعدد الكبير على المستشفى، يعني اختصروا يفوتوا شي 4-5 وبس. شنو هالحكي يا الأستاذ؟ والله ويلي اسمه الله إذا حدا من النشامة اللي برا رجع على العشيرة من دون ما نشوف الشريخ رح يموت دقيق. ثم انه نحن مخصورين العدد 5 مرات، يعني ما عاد يتخصور معنا اكثر من هيك. بيتخصور يا نايف؟ اعوذ بالله يا عم ما يتخصور. والمعنى؟ المعنى بقلب الشاعر، يعني كل هالنشامه اللي شايفها برا قطعت كل هالجبال والبراري لحتى تشوف الشيخ، وما حدا عنده استعداد يرجع على المضارب من دون ما يشوف الشيخ ولو على قطع رقبته. أنا عندي حل. وشنو هالحل؟ عجل. أنا رح أقدر وضعكم وإضغاضة عن المخالفة الكبيرة، ورح أسمح لكم بزيارة الشيخ على مسؤوليتي الخاصة، بس على شرط. أشرط يا وجه الخير، أشرط. بتفوتوا لعنده بنظام وانضباط. إيه؟ بتفوتوا لعنده 2-2. إيه؟ 2 بفوتوا واثنين بيطلعوا. إيه؟ طبعا هذا حرصا على سلامة شيخكم، إلهي يطول بعمره. شو رأيك بقى؟ ويطول عمره أنت الثاني، والله ما أدري. ايش رايك يا نايف؟ شورك يا عم الشيخ، شورك. طيب ما يخالف موافقين؟ كويس كتير. مسؤولية النظام والانضباط بتوقع على مسؤوليتك انت. ها ما يخالف حنا لها يا الاستاذ. طيب. الو يا اسماعيل، تبعت لي واحد يرافق الجماعة على غرفة العناية المشددة منشان يفوتهم بنظام وانضباط. طيب ماشي الحال. شرفوا تفضلوا. تفضل يا عم الشيخ. كيف؟ الله يعينك يا شيخ، شو بدك تتحمل حتى تتحمل؟ الله يشفيك. يالله يا الربع قوموا. أول شيء الصوالح، وبعدين الشوامخ، حنا بعدين الفطاحلة، بعدين الرحاحلة،
بعدين الجعايصة، بعدين العكاكشة، بعدين الطشاشنة. يلا يا شأم، وين الدرب يا خوي؟ من هون، تفضلوا معي. سيروا سيروا يا هالربع، سيروا يا هالنشامة، مسيرة الألف ميل بتبدأ بخطوة واحدة. سيروا يلا، الحقونا يا ربع. يلا يلا يلا، الله يقويك يا معثر. يلا يا مرهج، يلا يلا، الله ما تستاهل يا شيخ. الله يخلي لك صحتك وتقوم وترجع لنا بالعافية. الله يطول عمرك يا شيخ، إن شاء الله ترجع. قرب جاي قرب جاي يلا يا ربع، جوا الجار من السائقين الثانيين. قرب يا مرج. بسام شعبان فؤاد. يلا يا معزه، يلا خف رجلك، خف رجلك. اسمعوا يا هالنشامه، أول شيء راح نفوت علي ونايف، وبعد ما بنطلع نحن منفوت بالدور. اثنين بفوتوا واثنين بيطلعوا، ولا تكثروا هالجعة، كلمتين ولا تقطعهم مشان ما نتعب الشيخ زعلان. تفضل إذا بتريدوا، بس أوكي أنت زوج المريض. زين، تفضل يا نايف. أنا جاهز عم الشيخ، تفضل. يا الله ينطيش العافية يا شيخ زعلان. يا هلا بأخوي ودعاس. ألف لا بأس عليك يا عمي شيخ زعلان، ألف لا بأس عليك. وهي بوسة من خشمك، وهي قبلة من خدك، الله يخليك، وهي لحسة من ذكرك بعد. عشت عشت يا ودعاس، عشت. يا هلا بالنشامة، يا هلا بعزوتي. والله يوم اشوفكم ترد الروح. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا شيخنا يا كبيرنا ومشيرنا. وهي بوسه من جبينك من شيخ قبيله الحجاشنا، وهي بوسه من شاربك من شيخ قبيله الدبعينا. عافاك الله يا نايف. طمنوني يا جماعه الخير، وش اخبار العشيره؟ اه يا عمي الشيخ، اه والف اه، والله يعين الحي على بلواه. والله ترى الأخبار ما تسر لا عدو ولا صديق. خير يا أبو دعاس، وش فيه؟ والله يا شيخنا، من يوم صارت هوشي بالعشيرة اتهاوش بعدها بيومين زلمة من الفطاحلة مع زلمة من الصوالحة، وعلقوا الجماعتين مع بعضن، علقة بنت 60 كلب. ايه شو يا عمي شيخ، علقوا طخنات ببعضن وتصابوا بخمس زلم ونقلناهن على المستشفى، ويقولون انه بي واحد بيناتهم مخطئ. لا حول ولا قوة الا بالله، هذه الاخبار ما تسربت. اي بس بحمد الله يا شيخ زعلان، اتدخلنا نحن ووجوه الخير وعقدنا الراية وذبحنا ذبايح وتصالحوا مع بعضهم، بس حنا يعني خايفين مو تسلمها بالعناية المشددة، ساعتها رح تعلى بالطوشي من جديد. يعني يا عم الشيخ والله أعلم. الله يستر يا رب. تصدقون بالله يا جماعة، لا إله إلا الله، من ساعة اللي طلعت من العملية وقلبي ما هو مطمن أبد، بالي مشغول على العشيرة. بسيطة يا عمي الشيخ، بسيطة، يعني الناس قاعدين يتفششون ببعضهم لأنه ما عاد بمي. ما عاد بي مي؟ ليه؟ وش صار بالبير اللي حفرناه وكلفنا الخمير والفطير؟ البير نشف يا عمي الشيخ، والمي غارت غارت. البير نشف. هدي حالك يا عمي الشيخ، هدي حالك يا عمي. طول بالك طول بالك، والله مو محلة المسألة. دور مين هالحس؟ دورنا. يلا ادخلوا، بس انا لا تطولون على الشيخ. اي عجلوا.
معنا هيك يا شيخ وما لقينا لك غير النار شاعله. وين شاعله؟ بالبيدر الشمالي. وش قلت؟ البيدر الشمال احترق؟ ايه، وما ظل فيه شيء، كل شيء فيه احترق، الاخضر واليابس. لكن لولا لطف الله كانت احترقت كل خيام العشيرة. لكن ربك حميد، ربك حميد، انها الريح كانت شمالية والمصيبة راحت على الصوب الثاني على الحلال. اوه بلا، لا حول ولا قوة الا بالله. ظهر رزق، ظهر رزق وطار الحلال. اوه اوهني. تفضلوا لبرا، تفضلوا لبرا. هدي حالك يا شيخ، ما في شي محرز، صحتك بالدني. الله يعافيك. شو هذا؟ ما حكينا ممنوع لك. ارجع ولا ارجع، نحن عشيرة بني شويلان. ارجع. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك. ايش فيك يا حبيبي؟ دور مين هالعز؟ دورنا يا عمي. يلا ما ابو ملح، ملح وما نسمع لك الا صوت وضحه تصرخ وتولول. هوالي وين راحوا النشامه؟ وضحه بنت ابني؟ اي بالله يا عمي الشيخ، وضحه بنت ابنك. والويش كانت قاعده تصرخ؟ جاي يقبل حكي يا عمي الشيخ، جاي يقبل حكي. يلا احكي بالحجر، قلبي راح يوقف. ركضنا لعند وضحة لا نشوف شو اللي صابها. ايه وش صابها؟ ما نلاقي لك غير حنش، حنش اسود كبير. حنش؟ وين كان الحنش؟ وين؟ بين رجليها، قرصها، قرصها برجلها ملعون الوالدين، والحين البنت مجلولة بفراشها. يا ويل يا ويل ولا بنت ابني قرصها العنش. يا ويلي ويلاه، يا ويلي يا سبحان ليلي. شرب الحبة، صحتك بالدنيا يا شيخ. يا ربي تجيب العواقب سليمة، يا رب وتشفي لنا الشيخ زعلان الفرحان، راعي عشيرة بني شبيلان. والله شفتك تقطع القلب. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله. يلا دور مين هالحس؟ دور يا شيخ. أدخلوا بس أنا راح أدور على الشيخ. إيه يا شيخ. يا رب الحمد، يا رب تشفيه وتعافيه يا رب. أنت الحكيم المرتجى يا رب العالمين. يا رب. وصحت أمها بنص الليل وقالت مزنة ما هي بالشك. مزنة ما هي بالشك، عجب وين كانت؟ يشهد علي ربي يا عم الشيخ، قعدنا ندور عليها طوال الليل هين وهين وما قلنا نلاقي لها اثر. عجل عجل وين راحت؟ عرفنا بعدين انها راحت خطيفه مع شاب جربان من عشيرة ابو خشوم. مزنة راحت ايش بقي بحياتكم؟ عسى خير، عسى خير. دور مين هالحس؟ ابو داعي يا شيخ، الشيخ زعلان طال عمره توفى. وش الحبيب؟ وش الولد؟ شيخنا معك؟ رحمة الله عليك يا شيخ.
زعلان مات لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع دكتور، لقلك الله يرضى عليك بتنزل الجثة مباشرة لتحت وبتحاول تهربها برات المشفى. قولك شو ليش؟ إذا على الزيارة إجا 30 وجه من وجوه العشيرة، بقى كم واحد بفكرك رح يجي من جلسة المجسّة؟ إيه صدقني عشيرة بني شبيلان رح تزحف كلها عن بكرة أبيها وتجي على المستشفى. يلا تصرف بسرعة. أيوة، شو هالحكي؟ عشيرة بني شبيلان كلها صارت بالمشفى؟ لا حول الله، العمى ما كذبوا خبر. هيا عملت لك سحر رز بندورة رح تاكل اصابيعك ورا. اسلم ايدك يا امي. تحب تعميك يا مو؟ لا شكرا، باكل لحالي. مثل ما بدك حبيبي. الله يخلي لنا اياكي. يا ابني لا تنزعج، ما صار شيء. والله يا ابني تعبت من هالحالة، تعبت كثير. 3 سنين و5 أشهر وانا على هالحالة، ملحوش بهالتخت، يدي ما عم بحسن حركة برجلي التنتين، مالي حاسس فيهم. انا شو عملت يا امي؟ شو عملت لربي؟ يا رب يا رب دخيلك امي. انا كنت هيك. بسيطة يا ابني، بسيطة يا حبيبي، كل شدة وبتهون. لا امي لا، الا مصيبتي ما لها دواء. كل الحق علي، يا ريتني ما فيقتك هديك الليلة ويا ريتني ما خليتك تسافر. لا تلومي حالك يا امي، لا تلومي حالك، هذا نصيبي من الله، انت ما دخلك بنوب. طيب شو رأيك تقبلني تطلع تكفي غداك بأرض الديار؟ لا امي معلش، ما عادري نفس، بس بتحسسني تغلي لي كاسة شاي؟ ايه على راسي، تكرم عينك حبيبي. يلا هاي كرسيك، بتحب ساعدك؟ لا 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 امي لا، يسلم ايديك. يا رب. اجيب شوية سكر من عند ابو صبري، مشوار الطريق ما بتأخر. طيب معك مصاري امي؟ لا تاكل هم امي، دبر حالي. ما بيمشي الحال هيك يا ام رشيد، حسابك كبر كتير، بعدين صار لك شهر ونص ما دفعتي قرش واحد. والله يا ابو صبري راحوا كل المصاري، اجري الدكاترة وحق دواء. وأنا شو علاقتي بالموضوع يا أم رشيد؟ حقي وبده يوصلني. يا أخي صبر علي كم يوم، بركي بقدر أعطيك شي دفعة. ومنين بدك تقدري تدبري الدفعة؟ أنت ما بتحسني تشتغلي، ورشيد من يوم عمل الحادث ما بيحسن يشتغل شي. طيب بس شي كيلو سكر، الله يخلي لك أولادك، رشيد كتير مشتهي على كاسة شاي. ولك يا أم رشيد افهمي علي بقى، الله يخليكي، أنا سمان على قد حالي ونص رزقي ديون بقلب العالم وما حد عم يوفيني، بقى دليني على طريقة أخدمك فيها. Thank you.
ايدك، ليش وقفتيني هالمرة؟ مشان رشيد. لا إله إلا الله، عملتي يلا على القصة. شو بده رشيد؟ ما كنت أخلص من قصصكم بقى؟ اسمع مني يا أبو فهد، الله يرضى عليك. يعني بيهون عليك تاكل رشيد لحم وترميه عظم؟ صار له أكثر من 6 سنين عم يشتغل عندك، وبحياته ما أكل عليك قرش واحد. بقى هالإخلاص والأمانة ما إلهم قيمة عندك؟ اسمعوا على الحكي، ليش أنا قصرت معه؟ لك هي عطيته 15,000 ليرة، هذا غير إجرة تصليح السيارة اللي ضربها. صحيح، وما منقول لا، وكتر الله ألف خيرك، بس أنت وعدتنا عند المحامي تعطينا 60,000. إيه مرحبا محامي، أهلين 60,000، الله وكيلك عم بشتغل ليل نهار والسيارة ما عم طالع مصروفها. هاي 300 ليرة دبري حالك فيهم. لا ما حذرت، خليهم بعتبك مو لازمين لي. يلا يا أخونا تأخرنا بقى، بدنا نمشي. يلا ماشي. إذا بدك ياني بدلك هالأساور والسلاسة بعطيكي قطعة طليانية بتمزع العقل. وصلتني مبارح. هو أنا مليت منهم بصراحة، وخاصة إنهم جايين هدية، وأنت بتعرف كيف ذوقي. طبعاً ولو. بقى شوف لي قديش بيسوا، بعدين نحكي بالقطعة اللي بدي أخذها. هدول هلا بشوف لك قديش بيسوا. هدول بدهم يقطعوا معنا بشوف 170,000 ليرة، لأنه معلومة الذهب غليان شوي بالإياه. يعطيك العافية يا أبني. أهلين وسهلين. الله يخليك. شوف لي الخاتم شو بيسوى. صدقيني أنا ما بتعامل بالفضة، ما بعرف، بس يعني مو كتير خاتم محرزة. وين بقدر لاقي ناس يشتروا؟ ما عندي فكرة، بدك تدوري. طيب شوف لي هذا غير عليك. لحظة ترجيني اياه. تفضلي. حلو، ما بوشين باخذوا الخادمه اللي عنا. وقديش بدك حقهم؟ والله يا بنتي ما بعرف. قد ايه اعطيها؟ يعني على تقديري مو اكثر من 400 ليرة. منيح مثل ما عم يقول سيارتي. ماشي الحال يا بنتي. تفضلي. هي قطعة. ايه مزبوط. طيب بالنسبه للقطعه الطليانيه اللي رح اعطيك اياها، يعطيك العافية يا أخي. الله يعافيك يا أختي. مري. ما يأمر عليك ظالم، زكاة عيونك. في حواليك أوضة للإجرة؟ لا والله يا أختي، مو شغلتي هالشغلة. بعدين أنت شو جابك على الحارة المنتوفة؟ خليها لله. قال شو جبرك على المر؟ قال له الأمر. هذا ابنك؟ لا والله، ابن ابني. أبوه طلق مرته من شي 3 سنين وسافر على ليبيا حتى يشتغل، وانقطعت أخباره عني. وأمه زتت لي وراحت تزوجت. بقى الله يخليك، إذا سمعت لي عن شي أوضة للإجرة لا تنساني. طيب هلأ أنت وين ساكنة؟ ساكنة مع قرايبتي بأوضة بعيدة ناحي البساتين، بس قال البلدية بدها تهدها. وشلون بدي أشوفك لك؟ أنا كل كم يوم بمر عليك. امشي تيتي، امشي. عطيني كيلو سكر. جبتي مصاري؟ جبت، لا تخاف. هاي 200 ليرة، طع حق السكرات وخلي الباقي دفع على الحساب. بس هيك بيبقى عليك شي 700 ليرة. بعرف يا أخي، والله بعرف. ماشي. يا مرشيد، أنا حابة استشيرك بشغلة، يا ريت اللي رأيك فيها. خير، شوفي يا مو، شو رأيك نأجر أوضة من البيت؟ مستفد لنا بكم ليرة. طيب يا أمي، ما البيت كله غرفتين، أنت ساكنة بوحدة وأنا بوحدة. مو مشكلة، بأجر أوضتي. وأنت؟ رح أسكن معك بنفس الأوضة إذا ما بتتضايق مني. أعوذ بالله أمي، أنا أتضايق منك؟ بس قصدي ما رح تكون صعبة عليك شوي؟ والله يا ابني ما في قدامنا غير الحل، لأنه البواب كلها سدت بوشنا. صحيح رح نتضايق شوي، بس رح نستفد لنا بكم ليرة نعيش منه. طيب يا أمي،
مينو هاد اللي راح يرضى يعيش معنا بهالبيت؟ ناس مثل حكايتنا درويش. صباح الخير يا حجي. صباح الخيرات. شو ملحقتي لنا اليوم يا ام جميل؟ عبايتين. بس عبايتين؟ والله يا حجي هالصغير عم يربطني. بعدين مثل ما بتعرف انا عايشة مع قرايبتي والمسكينة عندها 5 اولاد، بقى شلون بدي اشتغل بسرعة؟ بسيطة، طولي بالك، بتهون ام جميل بتهون. حجي دخيل عينك، بدي اطلب منك سلفة لقدام اذا ما بصير سلفة. قديش بديك؟ 1000 ليرة. تكرم عينك. تفضل. بس ما قلتي لي لشو بدك اياها ال1000 ليرة؟ استأجرت غرفة واليوم بدي انتقل عليها انا والصغير. يعطيك العافية حجي. بالهنا. خاطرك. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. مهوني. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لك يا ولد بعد عن الزريعة. لك وين رايح؟ رشيد نايم هلا بتفيقه. فوت على الأوضة يا لطيف، شو حركته كتيرة. شو بدي ساوي يا ام رشيد، ولده بده يلعب. عرفتي شي عن ابوه؟ لا والله يا ام رشيد، هي على الحساب، مضى 3 سنين وما بعرف شي عنه، وما خليت حدا وما سألته. الله يعين كل حي على بلواه. اختي ام جميل، بدي اقول لك على شغله بس لا تنقزي مني. خير شوفي. يعني عدم المؤاخذه، انت عم تتاخري علينا بدفع الاجره، وانت بتعرفي انه مالنا غير الله وهالاجره اللي ساترتنا. والله معك حق يا ام رشيد، والله انا ما بحب اقصر معك بنوم، بس الحاج توفيق صاحب الشغل مرضان، ولاده ما عم يعطوني شغل مثل ما بدي. لك وين رايح انت التاني؟ وين رايح؟ هتجنني؟ اطلع عن قبر العب بالحاره. يلا توفيق. أعطاكي عمره. ليش ما قريتي ورقة النعوة؟ لا والله يا ابني ما بعرف بقرأ. الله يرحمه، توفى مبارح بالليل، واليوم على صلاة الظهر جنازته. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا حاج توفيق ويحسن إليك. أنت كنت تشتغلي له عبي مو هيك؟ إيه والله يا ابني، صار لي بعرفه 25 سنة. إذا بدك أعطيني إياهن وبس يفتح أولاده أنا بعطيهم إياهن. امتى بدهم يفتحوا؟ يعني بعتقد بعد شي اسبوع. طيب يا اخي قل له هدول العبايات من ام جميل اذا بتريد. على عيني وراسي. كتر خيرك. على عيني. علبة الدواء تبعك رح تخلص، لازم جيب لك علبة جديدة، والبيجامة اللي لابسها صارت كتير قديمة ومهرتكة. يا امي من كتر ما عم روح وعم اجي، ولا من كتر الناس اللي عم تزورني؟ ما بصير يا امي، لازم اشتري لك بيجامه جديده. اليوم بقبض من ام جميل اجره الشهر وبنزل على السوق بشتري هالغرضه. ها يمكن اجي. يعطيك العافيه ام رشيد. اهلين ام جميل. شو وينه نزار؟ اكل مشي نص ساعه ونام. شو وين ام جميل؟ شو ما بدك تحاسبيني؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ام رشيد. شو بدك تقلي لي يعني؟ الحاج توفيق صاحب الشغل توفق الله يرحمه. ايه والمعنى؟ الله وكيلك لقيت الدكان مسكره، ما اخذت قرش واحد. يعني امتى رح تقبضي؟ يعني شي جمعه زمان حتى يفتح اولاده بعد العزاء. مرحبا يا ابني.
يا اهلا وسهلا. الله يرحم الوالد، شو كان طيب وادمي. تعيشي. ما عرفتني؟ انت ام جميل مو هيك؟ مزبوط ام جميل. بقى شو منشان الشغل؟ ما بدكم تسلموني عبايات؟ والله يا ام جميل بصراحه يعني انا واخواتي اتفقنا نغير المصلحه، بدنا نقلب المحل بوتيك ولادي. يعني ما عدكم تشتغلوا بالعبي والمزويات؟ شو عبي وما عبي يا ام جميل، الزمن عم يتغير وبصراحة هالمصلحة كل ما عم تموت أول بأول. طيب وأنا؟ أنت شو؟ ما فهمت. شو بدي أشتغل؟ ما بعرف غير هالشغلة. يعني عفوا بس فعلا ما بعرف شو بدي أقولك. طيب حواليك حدا يسلمني شغل مثل ما كان والدك يعمل الله يرحمه؟ طيب استني شوي. ألو مرحبا، كيفك أبو مروان؟ أنا طارق ابن الحاج توفيق. تسلم يا سيدي تسلم. أبو مروان في عندي مرأة آدمية وكتير شاطرة، كانت تشتغل عند الوالد. عندك شغيلة كتير؟ طيب بسيطة بسيطة. لا لا تسلم، شكرا لك أبو مروان، مع السلامة. ألو مرحبا أبو مصطفى، يعطيك العافية، أنا طارق ابن الحاج توفيق. تعيش تعيش يا سيدي. والله يا أم جميل أنا آسف، يعني شفتي كله عنده شغيلة. كتر خيرك يا ابني، ما قصرت ابني. شكرا. طب بس استني حتى أشوف لك حسابك. جميل انت الشهر الماضي شغلي ب 3300 واخذ لحد هلا 4300، يعني زاد لنا معي 500. بتكون مني انا 500 ليره؟ ام جميل هيك الحساب، بس مسامحه ولا يهمك. شلوني معك؟ كتر خيرك. معلش امي معلش، انت طولي بالك عليها شوي، لا تضوجي. ولأيمتى يعني؟ هاي صار لها شهرين ما دفعت. طيب هي منين عم تعيش؟ شو بيعرفني شو عم تبيع وشو عم تخبص وشو عم تعمل؟ هي قريبة تقرضه، مدري شو كسر ميزان القرض. على عمر يقطع هالعيشة، بدي أعرف شو عامل هيك نزار؟ وقع لي التناجر من على المجلة، إنه شو قلو بالتناجر اللي على المجلة؟ تركي من إيدك، اتركي شو عم تعملي؟ روحي ضبي هذا العفريت. ولا؟ أنا كم مرة قلت لك ما تفوت على المطبخ؟ كم مرة؟ كم مرة قلت لك الله يوفقك؟ والله يا أم جميل هيك ما رح يمشي الحال معي بنوب. ها فوت انقبل فوت. وحياة عينك يا أم رشيد، ما بقى خليه يطلع من الأوضة فشخة واحدة. أنا مو مشان الصغير عم بحكي، أنا عم بحكي مشان الأجرة. هاي مضى شهرين وما دفعتي لي ولا قرش. شو طالع بإيدي يا أم رشيد؟ الله وكيلك رحت حتى اشتغل لفاية ببيوت العالم وقلعوني، قال أنت مرة كبيرة ما فيك تطلعي على السلم. وأنا شو ذنبي؟ أنا أجرتك الأوضة لعيش من وراها أنا وابني، مو حسنة عن روح أمواتي. الحق معك، والله الحق معك، بس الله يخليكي تطولي بالك علي شوي، طولي بالك. سمعت من هالحكي كتير وما عاد عندي صبر بنوب. الله وكيلك رح نجوع أنا وابني، بكرة من على بكرة بتفضي لي الأوضة، سمعانة؟ طيب وين بدي روح أنا والصغير؟ شو بيعرفني؟ ليكو على هالسؤال ليكو، شو أنا خلفتكن ونسيتكن؟ شوفي من على بكره يا بتفضي الاوضه يا بزتلك هالكم كركوبه بالطريقها، فخلينا احباب واصحاب احسن. مرحبا يا اختي. اهلين يا اخي. عفوا شو عم تعملي انت والصغير والغراب نص الطريق؟ قلعوني اصحاب البيت من الغرفه اللي كنت مستاجرتها. لك العمى، شو هالاساوي هي؟ شو هالناس هي؟ يعني معقول يرموكي انت وهالصغير بنص الطريق مع الغراب؟ لك وين الرحمه؟ وين الشفقه؟ ليش طلعوكي من الغرفه اختي؟ قال لانه ما دفعت لهم الاجره. ما عم تدري تدفعي لهم الاجره؟ ايه واذا كان شو يعني؟ شو هالهم العظيم؟ الدنيا عسر ويسر. لك شو هالناس هاي؟ بخرت من قلوبها الرحمة والإنسانية؟
لك أخ أخ من البشر أخ. لك ما عندك حبيبي تربي الموديل. شوفي يا خالي ليش قاعدة هون لحالي؟ قلعوني أصحاب البيت من الغرفة اللي كنت مستأجرتها. لعم لعم على الحكي. معقولة؟ يلعوكي أنت هالولد الصغير؟ لعم بقلبه شو قاسين؟ شو ما في بقلوبه الرحمة؟ لك وين الإنسانية؟ وين العدالة؟ وين المحبة؟ طب خالي هدول ليش قلعوكي؟ قال لأنه ما دفعت لهم الإجرة. لعم لعم على الحكي. يعني أنت خالي ما معك مصاري؟ منين يا حسرة؟ صار لي 3 أشهر قاعدة بلا شغل. شو صار يعني؟ وإذا ما دفعتي لهم تخرب الدنيا؟ آخ على العالم آخ يا لطيف. العمى مو معقول. ما عاد في عنده لا زوج لا ناموس. لك تبوع عليكم يا قليل الأصل. ولي عليكم. عفوا للسؤال، ليش قاعدة هون يا مدام؟ صحابين البيت طالعوني من الأوضة اللي كنت مستأجرتها. ورموكي بالشارع أنت والصغير؟ إيه والله يا أخي. العمى يضرب عيونهم ضرب، لك شو هدول برابرة ولا همج؟ معقول يرموا طفل مثل الوردة بالشارع؟ شايفة يا رشا؟ لك شايفة على هالشوفة؟ قسما بالله هدول بيستاهلوا الشنق. معقول هذا الحكي يا ناس؟ كيف طاوعن قلبن ورموكي بالشارع انت وهالطفل البريء؟ بعدين ليش طلعوكي من البيت بقى؟ والله يا بنتي لاني ما عم بدفع لهم الاجره. انكسرت على اجره شهرين ب 3000 ليره. ليش من ايمت كانت المصاري كل شيء؟ يلعن ابو المصاري. مشان 3000 ليره بيرموكي بالشارع مثل الكلاب. اخ من هالناس المعقده. لك اخ اخ. مرحبا خالي. أهلين يا ابني. عبير عبير صوريني أنا عم صافح. أيوة إيه خالي، بنقدم لك حالنا أنا وزميلتي عبير. نحن صحفيين من مجلة شوفوا المجتمع شوفوا، ونحن بالصدفة أو بالأحرى بوسائلنا الخاصة درينا بمشكلتك وحابين نعمل معك لقاء حتى نفرجي مشكلتك القبيحة للناس بكافة شرائحهم. بقى مستعدة خالي؟ مثل ما بتريد يا ابني. ايه خالي، قبل كل شيء حضرتك عندك بيت؟ لك يا ابني لو كان عندي بيت كنت استأجرت هالأوضة عند الجماعة. طيب من سؤالي الأول رح اشتق سؤالي الثاني، حضرتك ليش ما عندك بيت؟ لأنه جوزي كان عايش عند أهله، قام باع حصته لأخواته مشان يشتغل خضرجي، قام ما توفى، مات وما ترك لي بيت. الله يرحمه، فعلا شي بيزعل. طيب هلأ ليش قاعدة أنت والطفل الصغير بالشارع؟ قلعتني صاحبة البيت من الغرفة لأني ما عم ادفع للأجرة. أيها القراء الأعزاء، هنا مربط الفرس، المسكينة لا تستطيع دفع الأجار. طيب خالي، قديش بتقدري المبلغ المترتب عليكي؟ 3000 ليرة. شايفة يا عبير شايفة؟ منشان 3000 ليرة زدتوها لهالمسكينة هي والطفل بالشارع؟ فظاعة لقسوة القلب. قرائي الأعزاء، لقد كان لي فضل سبقي الصحفي حين توقعت في مقالاتي السابقة انفراط الروابط الاجتماعية واضمحلال العلاقات الأسرية وتجمد العواطف الإنسانية بسبب طغيان المجتمع المادي ولهاتنا المحموم، ونحن نركض وراء الدرهم والدينار والدولار. ولا يسعني إلا أن أختم روبرتاجي هذا
عن هذه الأسرة المرمية بلا شفقة على قارعة الطريق من أجل حفنة من المال، وبالكلمات المعبرة: آخ آخ من هالظلم، لك آخ وألف آخ عندما يستشري بالنفوس. خالي مو بكرة، بعد بكرة بينزل ريبورتاجك بمجلتنا مع صورة للعفش ولحضرتك وللولد الصغير بالألوان كمان. يعني شو رأيك بهالمشكلة الاجتماعية؟ أكيد هذا هو موقع التصوير. طبعا استاذ، هذا هو اللوكيشن. مرحبا يا خانوم. انت المرأة الختيارة يلي رموها هي وحفيدة وعفشة بالشارع مشان الأجار؟ أنا. يا حسين بتاخذ لي أول شي لقطة للحارة، للحارة هي والزاروب، وبعدين بتاخذ لي لقطة بان من اليمين لليسار للختيارة هي وحفيدة والغراب. يلا حبيبي يلا يلا روحي يلا. جاهز يا سامي؟ دايتين أستاذ. الله يرضى عليك يا حسين، بدي منك هلأ تاخذ لي لقطات تفصيلية للغراب، ما بدي اياها سوفت حتى يبين الكونتراست، بدي الفقر والبؤس يبينوا فيها بشكل واضح. شايف هداك بوري صوبيا شلون مايل؟ اظهر لي ميلانه، بدي هالشي يظهر ويعطي معنى انه حظ هالانساني مايل ومسخم. شوف هداك البساط كيف كاحت ومنسل، بدي اياك تظهر خيوطه. حاضر استاذ. يلا الله يرضى عليك. بعدين بدي منك زوم ان على العجوز، زوم ان ولقطات تفصيلية لوشها، بدي أخاديد الشقاء وحفريات التعب والنحس تظهر للمشاهد، بدي يظهر وشها مثل البردقانة الدبلانة يلي هرت على الأرض ونشفت من الشمس، بدي أرمز بواسطة وشها للأرض العطشة المشققة. جاهز يا سامي؟ جاهز. الله يرضى عليك، روح واقف هنيك جنب بوري صوبيا. بدي أرمز بواسطة الشحار تبع بوري صوبيا عن سوداوية الحالة. كمان بدي أرمز، وأنا بلا ما أرمز هلا، روح روح عود جنب منها وابدأ الحوار. يلا يلا. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. أوكي حسون، دقيقة، قديش صار لك بمأوى العجزة يا خالي؟ لك شو مأوى عجزة؟ مأوى عجزة؟ منين جبت هالأسئلة يا أخي؟ فرجيني لشوف. يا حبيبي عليك، ولك هالأسئلة هي أسئلة أم محمد يلي بدنا نعمل معها ريبورتاج بمأوى العجزة. وين أسئلة أم جميل؟ والله يا أستاذ يمكن نسيناها بالمكتب. يا حبيبي عليك شو ذكي. وشو بدنا نساوي هلا؟ شو بدك تسألها؟ خلص برتجل لي كم سؤال. ارتجل لشوف. يا الله. كم حين من الدهر انصرم عليك يا خالة وأنت قابعة هنا هكذا؟ استوب استوب، لك يا أخي احكي بالعامية هلأ وبلا فصحة. أوكي استاذ، شو حسون؟ جاهز؟ قديش صار لك ملحوشة لحش هون بالطريق يا خالة؟ من على بكرة الصبح. هل تشعرين بالإحباط وأنت جاثمة هنا على قارعة الطريق والذاهب والآتي ينظرون إليك شذرا؟ استوب استوب، ولك يا أخي حكيها بالعامية، رجعنا للفصحى المعدة تبعك. أوكي أستاذ حاضر. شو حسون؟ عم تصور؟ طيب يا خالي، شو مشاعرك وأنت هون قاعدة على الطريق مع الغراض والرايح والجاي عم يتفرج عليكي؟ الله لا يدوق هالشغلة إلا لعدوينك. طيب هل تستطيعين التحدث عن جذور مشكلتك؟ ما فهمت عليك يا ابني. لك شو جذور ما جذور؟ غير السؤال تبعك. طيب يا خالي، هلا انت ليش بالشارع وبدون مأوى؟ لك يا ابني صار 100 واحد سائلني هالسؤال، شو قصتكم انتو؟ ستوب ستوب حسون، شو استاذ؟ نكمل؟ لك كمل حبيبي كمل، منشيلها بالمونتاج. يا خالي جاوبي مثل ما جاوبتي اللي قبله، يلا بسرعه اذا بتريدي. طيب يا خالي، فينا نعرف ليش هلا انت بالشارع مع حفيدك؟ لانه ما معي 3000 ليره ادفعهم اجره الغرفه، فهمتوا ليش؟ مو معقول مو معقول بنوب، مشان 3000 ليرة تتشرد أسرة كاملة؟ أنا ماني مصدق، أو بالأحرى ما بدي صدق. على كلٍ
أعزائي المشاهدين، هذا هو الواقع، ولا أملك إلا كلمة أخ. أخ عندما تستبد بالقلوب المشاعر الخبيثة، أخ من الإنسان. أخ حلوة كثير كلمة أخ، حتى نختم فيها الحلقة كثير حلوة. لحتى بتعرف أستاذ، بس أنت أعطيني فرصة وشوف شو بصير. جميل لساتها برا شي؟ ما بعرف لساتها شو بيعرفني؟ طيب اكلوا؟ ما بعرف. الله يوفقك يا عمي، معلش اخطي، خدي لهم شي لاني خليهم ياكلوها. لك ابني شو بدك فيهم؟ الجماعه لا بيقربونا ولا بينسبونا، استاجروا عنا شهرين زمان وكل واحد راح بحال سبيله. بس والله يا امي ما كان لازم نطلعهم من الاوضه، نحن غلطنا بحقهم كثير. وليش يا ابني حتى ما نطالعهم؟ كمان نحن بدنا نعيش. خلص ولا يهمك، أنا بحكي مع أبو صبري دبرنا مستأجرين غيرهم وبشارتهم يدفعوا لي شهرين لقدام. طيب معلش أمي، الله يوفقك، خدي لهم لقمتين خليهم ياكلوهم، بيكونوا جاعوا خطي حرام. تفضلي. ماني جوعانة. الله يرضى عليك، كيف مالك جوعانة؟ كلي لك لقمة. انت شو بهمك اذا اكلت ولا ما اكلت؟ رميتيني انا وها صغير مثل الكلاب بالطريق. لا تأخذيني يا ام جميل، والله مو بايدي، بس الحياة صايرة صعبة، صعبة كتير، واللقمة مرة. والله العظيم طلعتك من البيت غصب عني. قومي قومي لقلك معي. لوين؟ على اوضتك. والإجرة؟ بس الله يفرج عليك بتبقي تدفعي لي. كتر خيرك يا ام رشيد، كتر خيرك يا حبيبتي انت، الله يوفقك ويوفق لك ابنك رشيد يا حب. الكرة الحديدية وزنها 16 رطلا، افحصوها لتتأكدوا. شكرا نادين. ارفع. شو بك يا سلمى؟ لسه رايحة جاي؟ ليش ما عم تتفرجي؟ مو عاجبك المسلسل يعني؟ انا مسلسل هاد يلي بالتلفزيون. ليش هاد تلفزيون هاد؟ لكن شو هاد مكواي؟ معك حق تتمسخر. شو على بالك؟ لا انت اليوم وعلى بعضك ابدا. ليش امتى كنت على بعضي؟ طب قولي لي، عم يجعك شيء؟ لا طمر. مزعوجه من شيء؟ ماني مزعوجه من شيء، كل ما هنالك اني ماني طايقه هالعيشه. ليش شبه هالعيشه؟ يعني شو ناقصنا عن بقيه الخلق والعالم؟ والله ما بعرف، هي صرنا 10 سنين متجوزين ولسانا بمطرحنا، لا رحنا ولا انطرحنا، بيتنا مغم، لا بيشوف الشمس ولا الضوء ولا الهواء، تلفزيوننا ابيض واسود من ستي وانستي، برادنا 12 قدم وبابه مخلوع، غسالتنا انتيكا وبدها استدعى لتشتغل، طقم كنباياتنا مزري واكل عليه الدهر وشرب، الصوفايه حضران الحرب العالميه،
أوضة نومنا نحاس وتخت رفاس، بقى مين عاد حوا هيك كراكيب ببيته؟ بس فهمني يا ستي. معك حق بيلي حكيتي، بس أنا هي إمكانياتي ما بيطلع بإيدي أكتر من هيك، شو بدي ساوي يعني؟ وأنت بتعرفي البير وغطاء، بقى ليش حتى توجعي راسك؟ الله يرضى عليك يا سلمى. ولك يضرب هالبير ويضرب غطاء. أنا صحيح تجوزتك موظف وعلى قد حالك، بس على أمل تنفرج معك وتتحسن أحوالك، مو تضل مثل ما أنت طول عمرك. يا ستي وما تحسنت أحوالي، شو أعمل يعني؟ شو تعمل؟ تلحلح شوي، دبر راسك مثل ما هالناس ما عم تدبر راسها، اشتغل وظيفة تانية بعد الظهر. ما بقدر اشتغل وظيفة تانية، شو نسيتي إنه أنا تحري؟ عنصر أمن؟ ووقتي كلياته مفرغ لهالشغلة؟ تحري ما تحري أنا ما دخلني، أنا بدي تجدد لي عفش البيت كله، حاجتي بقى مدفونة بالحياة. لا ومضروبة بحجر كبير، وكلهم بيقولوا لي نيالك جوزك بيشتغل بالأمن والجنائية والشرطة السرية، وكل فكرهم إنه راتبك من فوق 30,000، يعني صيت على الفاضي. فعلا يا سلمى صاير الحكي معك بهز البدن، بس الحق علي أنا يلي عم باخد وبعطي معي. لوين رايح؟ وين بدي روح يعني؟ رايح اندفس ونام. اصلا هذا اللي شاطر فيه انت. شباب غسان شايفك مهموم ومكدر. خليها لله يا سيدي، من اهلي صوتي ما عم يطلع. شو متخانق مع مرتك؟ يعني نص خناقه. لساتها عم بتنام؟ لساتها سيدي، يعني طالما عندها لسان فليش لحتى تبطلنا؟ اي بسيطه غسان، كل النسوان هيك، يعني شو مرتي احسن؟ اقل عنوة دقربي، بس شو بدنا نعمل؟ مو طالع بايدنا شيء. الله يوفقك يا حضرة المساعد، بركي يعني هيك بتدبروا لنا شيء مهمة، نلحس اصبعتنا من وراها ونسكت هالمرة. تكرم عينك، على فكرة سيادة العميد طالب مني عنصر لمهمة حساسة كتير، ومانع الرأي احسن منك. كتر خيرك يا حضرة المساعد، كتر خيرك. المهمة يا غسان دقيقة وحساسة كتير، والمساعد حكمة ترشحك لها لأنك على هوا ما قال أقدر واحد عنا على تنفيذها. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم سيدي. اللي لشوف مور سيدي. أنت بتعرف تنكر؟ شغلتي وعملتي هي تنكر يا سيدي. يعني نفذت مهمات تنكرية قبل هالمرة؟ نعم سيدي نفذت كتير. مثل شو؟ السنة الماضية مثلا سيدي تسلط واحد سرسري على وفد إسباني سياحي، عملت حالي من الوفد الإسباني سائح أجنبي، وانخلطت مع الوفد السياحي وصرت اجي وروح معهم وكاني واحد منهم. يعني بتعرف تحكي اسباني؟ سيدي كنت دبر حالي. هات لشوف، قل لي مثل شو؟ يعني مثلا كنت رحب فيهم واقول لهم خوريثيو اندر كوراسوني انجليسيا سبوثر ذات خوسي اثر بلثاروس رياسيا سكونزاليس. فعلا سيدي اذا بتشوفه ما بتحزن عنه الا اسباني، ابا عن جد. حلو، حلو كثير. وشو عملت كمان؟ مرة سيدي لما كنت بالفرع الخارجي عملت حالي بياع سجاد إيراني، حملت كم سجادة ونزلت على ست زينب لمراقبة عصابة تهريب آثار، وقفت بيناتهم وما حدا انتبه علي. قرب يومتها مني رئيس العصابة وسألني عن السجاد، قلت له بالإيراني سيدي بازار سجادتي بساطة أنا نارجي تبريز شهنائي أسلم بيع عن جاني صنعتي. كمان حلو وغيره. ومرة عملت حالي يا سيدي شوفير على خط بلودان، صرت أحكي بلوداني، يقرب الواحد منهم ويسألني بقديش الطلب على بلدان؟ قل له ب300 ورقة. مش كتار؟ أنا وكيلك ما بتوفيش بأقل من هاك، بدنا 100 ورقة مزوت. طيب ماشي الحيل، طلع أبو إيش برزغرة أبو عرب عشت الأسامي. ومرة يا سيدي عملت بويجي ووقفت بسوق الحمدية. حاجة حاجة، خلاص خلاص صدقتك. قل لي لشوف، شاطر بالمراقبة؟ عفوا سيدي المراقبة شغلتي الرئيسية. سيدي غسان عامل دورات كتيرة بالمراقبة ودورات آنية لتعليم اللغات. وين عملت دورات يا غسان؟ سيدنا عملت دورة بطرق المراقبة عن بعد بالفرع الخاص، ودورة بالمراقبة عن قرب بفرع التمويه، ودورة بالتجسس الصوتي بفرع التنصت. هذا طبعاً غير دورات الخاطفة والماحقة والسابقة واللاحقة وقتال الشوارع والقفز على الحواجز والموانع. سيدي عظيم كتير، هذا مطلوب. امسك لي الورقة وشوف لي العنوان. شفته؟ شفته سيدي. حفظته منيح؟ بصم يا سيدي. عال تاخذ لي الصورة وتخليها معك، بتراقب لي صاحبها مراقبة دقيقة ليلا نهارا، وبتسجل لي تقرير يومي بكل تحركاته. حاضر سيدي.
بدي اياك تلزق جنب بنايته لزق وما تغادر اطلاقا، وبتكون متنكر طبعا. امرك سيدي، بشو بتمرق تنكر؟ من رايي تعمل شحاد، بتعرف؟ ولو سيدي، الشحاد اهون شيء علي، من بكره بتلاقوني عم بشحد على بابه. صرف. امرك سيدي. مساعد حكمت. نعم سيدي. تعال عندي. مور سيدي. غير بحبك ما بقلا، حتى راسي من فوق قدام العالم. مرحبا سلمى. ولي شو هاد؟ شو بدك؟ لا تخافي غسان. شو بكي غسان؟ وليش هيك عامل بحالك؟ شو عامل بحالي يعني؟ متنكر؟ ليش عندك حفلة تنكرية؟ لا مو حفلة تنكرية، بس أنا عندي مهمة أمنية ولازم لها تنكر. وما عجبك إلا كسم الشحات؟ هذا اللي كان ناقصنا والله. ولك يا سلمى، هي من مقتضيات المهمة المكلف فيها، أنا لازم أعمل شحات. وشو طبيعة هالمهمة بقى؟ لا هيك عم تحرجيني، هي أسرار وما عندي صلاحية في شيء أبدا. هيك لك أصلا، وينك؟ شوي تاني رح نشحد، بس أنت عم تسبق الوقت. هلأ شلون كسمي؟ ظابط؟ باين علي شحات؟ ايه طمن، مبين عليك شحات من دون ما تتنكر، يعني ما كان في داعي تعذب حالك. هلأ ما رح نخلص من هالموشحات تبعيك؟ بخشتيلي أداني سلمى. هلأ لو رحت تدور على شغل إضافي مو أحسن هالولدنة؟ هلأ هي ولدنة هي، ليك وتاني على التفكير. ولك مهمة رسمية عم أدي أنا، ما عم ألعب، واجب وطني هاد. بعدين الشغلة مو ببلاش، يعني فيها مكافأة محرزة. قديش يعني؟ يعني شي 300 ورقة باليوم؟ لا انت تانية باليوم؟ ايش عم بشتغل بسوق الهال انا؟ 300 ورقة عن المهمة كلها عن 3 ايام يعني. يعني 100 ليرة باليوم. هيك شي. ايه تتهنى ان شاء الله. ما حرزة تتبهدل كل هالبهدلة مشان 100 ليرة؟ ومين قال لك عم بتبهدل مشان المصاري؟ هذا واجب وطني. دعاني الوطن فلبيته. فظاع شو تفكيرك محدود، مو اخذ عقلك الا المصاري. بدك شي من السوق؟ لا سلامتك، ما بدي شي. عشنا وشفنا والله. حسنة يا محسنين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. الاتكال على الله، الله يجبر خاطره يلي بيجبر يا رب. اتكال على الله، الله بيجبر خاطره يلي بيجبر يا رب. اتكال على الله، الحسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل الله هيبع سنين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. أجوب خطيك، الله يجوب خطيك يا رب. حسن الله العاجز، بذل القطع فيك من بذل الله هيبع سنين، الحسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل الله هيبع سنين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل القطع فيك، بذل القطع فيك، الله يجوب خطيك، بذل الله هيبع سنين. لا لا الله خديك شو عبيك، الله خديك شو عبيك يا صبية، الله يسر عضيك يا ودي مفتحة. ما دا دا بعسدين، ما دا يا بعسدين، حسد 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 يوم الدين. الله بيجا دا دا بيجا ما دا يا بعسدين. يا رسول الله، يا رسول الله، يا سندي أنت بعد الله، فخذ بيدي الله يا سندي. نيالك يا فاعل خير عند الله، نيالك 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 يا فاعل خير عند الله، نيالك. الله الله يسعد يا ربي ربي، يا ربي ربي يا عالم حالي، ربي ارحمني يا ربي وارزق اهلي وعيالي. ربي 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 يا ربي ربي.
ولدي ورزق أهلي وعيالي. ربي 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 يا ربي ربي يا عالم حالي. ربي رزقني يا ربي وارزق أهلي وعيالي. ربي منين الأخ؟ زميلك بالفرع الخاص. يعطيك العافية، أهلين وسهلين، شرفنا. الله يعافيك. عم يعطوكن حوافز يا ترى؟ والله مو دائماً. وين بتشتغل هلأ أنت؟ نيك بهديك الحارة عم راقب الفران. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين وسهلين. لا والله ما بتدفع علينا رفيق. شكراً. أهلين. احذري قديش طلعت اليوم. ليش مو 100 ليرة رح يعطوك باليوم؟ ما عم بحكي عن هدول، احذري قديش طلعت من الشحادة. ليش عم تشحد عن جد؟ لكن عن مزاج. يعني المصاري اللي عم يعطوك اياها الناس إلك إلك ولا بدك تسلمهم بآخر نهار؟ لا ستي إلي إلي. شو هالحكي؟ وقديش طلعت اليوم؟ احذري 200 ليرة؟ 200 ليرة؟ ارديهم على جوعتك، أكثر أكثر. 250؟ سلمى يا لطيف شو صاير خيالك محدود؟ قديش طلعت لكان؟ يا ستي طلعت 1500 ليرة. قديش؟ 1500 ليرة، يعني قد نص راتبي. وشو عملت بالمصاري؟ أخذت 100 لشبرقتي وتركت لك الباقي. تفضلي. هيك ها؟ تلحلح من الأول وجيب لنا مصاري. والله محرزين. والله منيح هالشغلة، يا ترى كل يوم هيك؟ شو بيعرفني؟ لسه ما جربت إلا يوم واحد. لا ومن حسن حظي إجت وقفتي بشارع أكابري كتير، يعني أقل واحد بيدفع 25 ليرة. إذا على هالحالة 3 أيام ضرب 1500 بيطلعوا 4500. والله محرزين. وينك غسان؟ ما فيك تنط المهمة كم يوم زيادة؟ ما بتنمط معي، بعدين الشغلة مو بإيدي. شوفي عنا عشاء. تكرم عينك، هلأ بحط لك أحلى عشاء. نبت 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 نبت. قرر صبي يا أولين، طلعت إيده هالنبت. أعطيك العافية. الله يعافيك. أعطينا صح الفول إذا بتريد. خد. يعطيك العافية. خد. معلش ما بدي مصاري، أنت ادعي لنا وبس. الله يرضى عليك. روح روح إلهي يقلب فولك يا قوت، ومية ذهب إبريز يا حق. الله يكثر المحسنين أمثالك. سيدي العميد، احترامي. لك هص راح تفضحنا، عمين حالك ما بتعرفني. أمرك سيدي. بلاي سيدي. خود زهرة، شلون الشغل؟ كله تمام سيدي. لكان وين التقرير اليومي؟ بكرة بكتبه سيدي. انتبه، بدي تقرير مفصل، لا تنسى لا شاردة ولا واردة. حاضر سيدي. يلا زهرة مصحنك فول وروح لمحلك. أمرك سيدي. ما في مرأة سيدي؟ ولكن قلع من خلقتي أحسن ما غطسك بالحلي. ها قوام يلا تحرك. حاضر حاضر أمرك. يا الله طلعت إيده هالنبيذ. أري صبي يا بردان، كلاوي كلاوي كلاوي. أري صبي بردان، كلاوي كلاوي كلاوي. كلاوي نبت نبت. حسني يا ابو حسنين، حسني بعشرة امساده يوم انتي. شو 500 بدك اصرفها؟ اصرفها اصرفها انا؟ لك دعينا ايدك دايتا. روح روح. اللهم اللهم احسن ثوابه وخفف عنه عذابه، واجعل من السندس الاخضر ثيابه ومن التمر الهندي المثلج شرابه.
واحشره اللهم احشره مع أوليائك الصالحين وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اتكال على الله، الله يجبر بخاطره اللي بيجبر يا رب. اعطوني من مال الله، اعطوني اعطوني يا محسنين، اعطوني من مال الله، اعطوني اعطوني يا محسنين. وانا لو عم بشحد، وانا لو عم بشحد، ربي بعدي اسمه حبيب المساكين. اعطوني من ما لله، اعطوني اعطوني يا محسنين. وانا لو عم بشحد، ربي بعدي اسمه حبيب المساكين. اعطوني من ما لله. جواد عملة صعبة؟ دولار؟ يس يس. Thank you. Thank you very much. In God we trust. In God we trust. My God, please, please take him to your heaven. شو صار المساعد تبعك يا مساعد حكمت؟ لهلا ما طلع منه شيء. وأنا رحت بنفسي على الشارع وشفته عم يتسكع واشترى من عندي فول. من عندكم سيدي؟ المهم شو قصته؟ والله ما بعرف يا سيدنا. ليكون عم يلعب واخذ شغله انقلي. بالعكس، غسان ما في بالعاده يعمل هيك، غسان من اكفأ العناصر عندي. نزل حقه وشوف لي شو قصته. حاضر سيدي. اهلين وسهلين. يستموا الايدين. ما تعرفنا اخي. انا من فرع التنصت، من عند ابو راتب امن خاص. اهلين وسهلين ومرحبتين، احلى شباب بفرع التنصت. اهلا وسهلا والله. والزملاء؟ انا من حكم العداله، من عند الرائد هشام امن جنائي. انا من المكتب الثاني، مهمه فوق العاده. استو سوداني، استو عبيد، قرب على الفستو. فستو سوداني، فستو سوداني. بالإذن شباب. السلام. قرب على الفستو العبيد. احترامي سيدي. شو غسان؟ شايفك قاعد ومبرد قلبك، شو قصتك؟ كنت عم بتغدى سيدي. لك التقرير ليش ما كتبته؟ سيادة العميد ضايج كتير ومتزاول منك. كنت عم بجمع معلومات سيدي. خلاص اليوم بكتبه ان شاء الله. شوف غسان، اذا بكره ما كان التقرير على مكتبي ما تلوم الا نفسك، فهمت؟ حاضر سيدي. فستو عبيد، قرب على الفستو العبيد. طيب ما تكتب لهم تقرير، شو مستني؟ أنا تقرير هاد؟ صدقيني ما فضيت لأي شغلة. يا ليش بقى؟ شو ملتهي؟ بقاش يعني ملتهي؟ مش حادة بالعملة. وبيني وبينك نسيت الزلمة اللي لازم راقبه من عين أصله. طيب شو بدك تقول بكرة سيادة العميد؟ شو بدي له يعني؟ رح حاول ما طيل، بكي بيمددوا لي المهمة كم يوم تانيات. إن شاء الله يا رب يمددوا لك يا شي شهر زمان. آمين يا أرحم الراحمين يا رب. احترام سيدي. الله لك عن جابك، يعني معقول نركض انا وسياده العميد وراك لنذكرك بواجبك؟ بس انا يا سيدي. بس ما بدي اسمع منك اي مبررات. انت فعلا سويت لي وشي قدام سياده العميد، وهي رح تكون نقطه سوداء بالباطن وما رح تمر هيك ابدا. هات اشوف، اعطيني تقييم ايدك. تفضل. شو هذا؟ استقالتي سيدي. استقالتك؟ لك شو جنيت انت؟ بالعكس يا سيدي، والعقلت لك يا بني ادم، بعتناك لتراقب انسان مشبوه، بترجع وحامل لي استقالتك بايدك؟ لك شو القصه هي؟ بعدين تعال هلا، كل اللي بقيان لك 4 سنين تطلع تقاعد بشكل رسمي وقانوني، لك معقول تضيع كل سنين خدمتك بقرار غبي مثل هاد؟ معلش سيدي، انا مستعد اتنازل عن كل سنين خدمتي، وماني مستعد انتظر 4 سنين ثانيات لحتى اطلع تقاعد. قلي لشوف، حدا اتصل فيك او اتصلت بحدا بهالكم يوم؟
ابدا يا سيدي. مع مين بدي اتصل؟ طيب فهمني، شو السبب؟ ليش بدك تستقيل؟ بصراحة يا سيدي، أنا قررت استقيل حتى أتفرغ لأعمالي الخاصة. وشو الأعمال الخاصة؟ أعمال خاصة سيدي. لسه بيقول لي أعمال خاصة؟ لك شو جنيت أنت؟ أنا بكون جنيت إذا ما استقلت. بتعرفوا يا سيدي إنه بهالثلاث أيام مش عادي طلعت 5000 ليرة؟ يعني أكثر من معاشي بألف. شو هالحكي؟ 5000 ليرة بثلاث أيام؟ معقول؟ الله وكيلك يا سيدي. والشغل هيك على طول؟ طبعا سيدي، وهذا لسه ما حكينا عن المواسم والاعياد. يعني قديش بتطالع بالشهر؟ هي بترجع لزكى الشحاد وحسن تقديره واسلوبه. يعني اذا عرف الواحد كيف وين وامتى ومن مين يشحاد، يمكن يلحق 40 او 50 الف ليره بالشهر. متاكد؟ طبعا متاكد. اصبح وهي مع الموافقه وهي توقيعي. لوين رايح سيدي؟ رايح وقع لك اياها من سياده العميد غسان. نعم. قلي لشوف. مو سيدي. يا ترى من مال الله يا محسني وعلى الله يا عالم بحوالي على الله. من مال الله يا محسني وعلى الله رزقك يا الغالي على الله. يا منان ويا حنان الرزق على الله. من مال الله يا محسني وعلى الله رزقك يا الغالي على الله. من مال الله يا محسني وعلى الله أجرك يا الغالي على الله. من مال الله يا محسني يا رزاق ويا منان الرزق على الله. مبروك حسام. الله يبارك فيك بابا. هيك ها، نجحت بالبكالوريا وبيضت وشنا ومشي الحال. ايه نجح وبس، العازك وعوازك والف رقعه بانبازك. يعني هدول 220 علامه بقلم نشرح بدهم 220 زلغوطه. يا ستي الحق معك، فعلا ما توقعنا يطلع كل هالشي من حسام ابدا. ليش بابا؟ يعني كان عندك شك بقدراتي؟ لا، ما كنت شاكك بقدراتك، كنت شاكك بشغلات ثانيه. وبيني وبينك كنت خايف عليك من رهبه الفحص. وبصراحة أنا كنت مرعوب كتير، يعني ليلة الفحص بالذات ما غمض لي جفن طول الليل، ورحت على الفحص ووشي مبجبج وعيوني منفخين ولوني أصفر مثل هالقميص من كتر الخوف، مع إني أنا كنت محضر كتير، بس الواحد بضل يحسب حساب للمفاجآت بابا. معك حق يا حسام، ما بلومك أبداً. كل الطلاب عم يصير معهم نفس الشيء، لأنه طريقة الامتحانات عنا مرعبة ومخيفة تماماً. يعني بضل الطالب عايش على أعصابه وعم يتحسب، ومو عرفان الكم منين رح يجي. بتلاقي الطلاب يا أم حسام عم تسأل بعضها يا ترى السنة بأنو مادة رح يضربونا، وأنو مادة رح يرفعوا معدلها، وقديش بدهم مجموع العلامات العام، ويا ترى في أسئلة تعجيزية مثل جنس الملائكة ذكر ولا أنت، أو شو تعداد السكان بالكرة الأرضية من عند ولادة آدم لحد هلأ. وهذا كله غير جو الإرهاب اللي بيصير عنا بالقاعات. المهم هلأ اتركونا من الذي مضى وخلونا نفكر لقدام. انت اكيد رح تسجل طب، مو هيك تقبرني؟ بصراحة ماما لسه متردد شوي. ليش ماما؟ يعني ماما انا لحد هلا ما كتير مقتنع بالطب. هلا شو بدك بالطب انت تانية؟ يعني ما عاد صفي غير طب؟ ضروري تتباهي قدام نسوان الحارة انه ابنك صار دكتور؟ معك حق بابا، مو شرط ابدا كل واحد جاب علامات طب يسجل طب. احييك من قلبي. بقى فكر على راحتك وشوف شو رغبتك وسجل بالفرع اللي بيناسبك يا سيدي، وان شاء الله يكون معهد مو كلية جامعية. ايه هذا مستقبلك بابا، مستقبلك انت حر فيه. يعني ما بتزعلوا شو ما سجلت؟ اوف، وليش لحتى نزعل بقى؟ مستقبلك هاد يا حسام، مستقبلك بابا، وانت اللي بتحدده مو نحن. بصراحة بابا وزارة الثقافة اعلنت عن بعثة لاوروبا وانا حابب اقدم عليها. يعني بدك تسافر؟ تركيه ام حسام تركيه، لا توقفي بوش الولد من هلا. مستقبله هاد، مستقبله، نحن ما دخلنا. واذا حابب يسافر شو المانع؟ سافر شو عليه؟ كمان الدراسه باوروبا مو قليله منوب، فيها مجالات اوسع من عنا بكثير. ايه حسام. ايه بابا. انا من رايي انك تقدم على البعثه فورا، بس ما قلت لي شو بدك تدرس باوروبا؟ رقص. نعم؟ شو هاد؟
رقص بابا رقص. بدك تسافر لأوروبا لتدرس رقص؟ ايه بابا شبك ليش مستغرب؟ ليش لا استغرب؟ ماني مستغرب بابا، انا مسعوق. يخرب ديارك انت التاني، بدك تدرس رقص؟ ليش الرقص والخلوعة بيندرسوا؟ طبعا ماما، هذا اختصاص مثله مثل اي اختصاص تاني، وعم بياخذوا فيه شهادات عالمية ودكتوراه كمان. ايه وشو بدك تطلع بعد ما تتخرج؟ رقص ولا دبيك؟ لا، واذا مثلا ابو راتب السمان، ابو راتب سالني شو طلع ابنك يدرس باوروبا؟ شو بدي اقول له؟ اه؟ عم يدرس رقص؟ عم يدرس خلوعه وهز خصر؟ لك شو بدي اقول للناس؟ شو بدي اقول لهم؟ ايه ابني الله يرضى عليك، بلا مزح سئيل هلا ولا الك غير هالشغله. وليش هيك عم تحكوا معي؟ ليش هيك عم نحكي معك؟ عدم المؤاخذه عفوا. فعلا هذا ما بينعطى وش ابدا. لك يخرب بيتك وبيت بيتك، تاري مو خرج الواحد ابدا يتركك على كيفك. لك عم نقول لك يا روحي يا عيني اختار الفرع يلي بتحبه والاختصاص اللي بيناسبك وشوف شو رغبتك وسجل، واذا بدك تسافر سافر ما في مانع، بس مو تدرس رقص. يرقصوا على ابرك الهي ويدبكوا. يا بابا الرقص اختصاص مثله مثل اي اختصاص تاني. بس ولا بس بالعلاج فاضي، وجعت لي راسي فعلا. في ناس ما بتلبق لها الحريه منوب ولا بشكل من الاشكال. على كل حال بسيطه، انا اللي بدي سجلك بالجامعه، انا بايدي. طيب شو بدك تسجلني؟ انت ما دخلك منوب، هص على نصتك. انا رح اشوف الفرع اللي ماشي سوقه اكثر من غيره وسجلك فيه. الرقص قال هذا اللي كان ناقصنا، ترقص الدبب على بطنك ان شاء الله. ايه استاذ مأمون، باعتبارك محامي وخريج حقوق، شو رايك نسجله لحسام؟ نسجله حقوق؟ شوف، هي صحيح كلية الحقوق كلية عريقة واسمها لامع وكل رجالات سوريا والسياسيين الكبار تخرجوا منها، إيه بس هلا كل شيء تغير. يعني شو بده يشتغل بشهادة الحقوق؟ ها؟ محامي؟ يا أخي المحاماة صايرة صعبة كثير بالأيام، والمحامي جديد صعب يمشي، والقضايا عم تفوت على القصر العدلي وما عم تطلع. بعدين الشغلة بدها علاقات واسعة وصيت واسم لامع ومكتب بنص البلد وخبرة وسماسرة لحتى يجيبوا له القضايا، وآخر طب الكيل عم يتهموا المحامي بالاحتيال واللوفكة والمواعيد الكاذبة والبلع. يعني المحامي صاير وش مقابحة مع الناس. طيب إذا قلنا ما رح يشتغل محامي وبده يتوظف بالشهادة، أي وظيفة؟ ومعلومك الوظيفة بدها مسابقة، وهات يتعين وهات ما يتعين، ولنفرض إنه تعين، ها؟ شو راح يطلع منه؟ راح يتوظف 4000 ليرة بالشهر؟ طيب وإذا كان حظه قوي ومعدله عالي وتعين قاضي؟ لا تنسى إنه عنده خدمة برات الشام، مدري كم سنة، بعدين بده يستأجر بيت ويتغرب ويتشنطط، وما راح يصمد لا حق سيارة ولا حق حمارة، بده يروح على شغله بالميكرو ويرجع بالسيرفيس، يعني وجاهة على الفاضي على قوص المحكمة وتعتير وبهدلة بالشوارع. إيه بقى لشو هالتعب كله؟ أنا من جهتي ما بنصحه بالحقوق أبداً، خليه يدور على اختصاص ثاني. اسمع من الدان. سبقيني يا وفي، هو مصدقين تشوفه دكتور. ها إجا أبو حسام. السلام عليكم. طمني شو صار معك؟ والله يا ام حسام ما نصحوني ابدا بالمحاماه، منوب ما نصحوني. ايه خلص بلا هالمحاماه. شف له كلية الطب. ايه والله طائق قلبي على ما اشوفه دكتور ولابس مريول ابيض، يقبر عظامي ان شاء الله. سمعاني 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 شلون معلي الموسيقى؟ هلا شفته وانا فايت عم يترقص، هذا منظر دكتور هاد؟ حول الله. لك حاجه تترقص مثل الاردن ولا؟ عيب. يا أخي أنا معك، كان الطب من زمان يعمل سروة ما قلت لك لا، وكثير من الناس قطفوا ثمرة هالشي لما كانوا الدكاترة بالبلد معدودين على الأصابع. بس هلا يا أبو حسام الوضع تغير، تغير تماما. أنت بتعرف يا أبو حسام إنه نحن عنا أكبر نسبة أطباء بالنسبة لعدد السكان بالعالم؟ وإذا رح يستمروا بهالكثافة رح يصفي لكل 50 مواطن طبيب. وبهالمناسبة قوم 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 لأعمل لك فحص عام. قوم. لا ما بري شيء. لك قوم.
تعرف شايف لك هالاطباء بدهم يحملوا شناتيهم ويروحوا يدوروا بالشوارع مثل مطهرين الاولاد لحتى يلاقوا لهم شي مريض، او بدهم يقعدوا بعياداتهم يكشوا دبان ويخصوا عجول من قله الزباين. طيب اذا هالخمسين مريض تبعات ابنك ما مرضوا، شو بده يعمل بحاله؟ اللي لشوف. بعدين يا عمي الطب صار اختصاص، يعني الطبيب بتاع كله خلاص ما عاد يمشي بهالعصر. ليش؟ لأنه الناس انفسدت وما عادت تروح إلا لعند المختص. يعني إذا الواحد وجعه رأسه بيروح لعند دكتور الأعصاب، وإذا شكته شوكة بإصبعته بيروح لعند بيراجع دكتور الجلدية، وإذا انصطموا مناخيره بيروح بيراجع دكتور الصدرية. بقى وين لا يتخرج ويخدم عسكرية ويختص ويفتح عيادة وينشهر ويشتري أجهزة، لك شغلة طويلة كتير. بقى ما بدك إياها اسمع مني. يعني حضرتك ما بتنصحني بالطب؟ أبداً ما بنصح فيها أبداً. ليش فكرك طب الاسنان احسن من الطب العام؟ غلطان كثير. ابو حسام مين نصحك النصيحه؟ واحد صديقنا. ايه هذا مع احترامي له مو عارفان الله وين حاطه. حبيبي طب الاسنان تفضل. انت بتعرف قديش حق الكرسي لحاله؟ لا والله. 400 الف ليره هذا طبعا غير الاجهزه وباقي العده. يعني تجهيز العدة لحاله رح يكلفه حوالي المليون. هذا على فرض انه انوجدت العيادة. بقى شوف لي كم سن بده يحفر، وكم ناب بده يحشي، وكم ضرس عقل بده يقلع، وكم حنك بده يفك لحتى يطالع هالمبلغ. بعدين دخلك على هالشغلة يعني واقفة طول النهار على اصابع الرجلين، ويمكن يطلع له دوالي وعلى اخ وايخ وريحة بنج وادوية. عليم الله لسه الحلاق شغلته انظف واحسن وما بدك كل هالكلفه. بقى ما بنصحك بطب الاسنان ابدا. ما بدك اياها منوب؟ مو نصيحه، اسالني الي. ليش انت مفكر انه الصيدلي عندنا مثل الصيدلي ببلاد برا، بيركب ادويه وبيخترع عقاقير؟ لا سيدي ما في شيء من هاد. عندنا الصيدلي عباره عن بياع ادويه وشامبو ومعجين اسنان، يعني بيحفظ اسماء هالادويه وانتهت القصه. باختصار إذا ابنك جاي على باله يصير صيدلي فليش لحتى يدرس ويعذب حاله؟ خليه يتعلمها تعليم مثل ما كل هالناس عم تساوي. يعني ثلاث أرباع صيادلة البلد ما معهم شهادات صيدلي، وهي أنا قدامك. ليش أنت مو دارسة صيدلي؟ لا سيدي، الشهادة باسم جوزي والصيدلية كمان باسم جوزي، وأنا بسن زمان تعلمت لك المصلحة وصرت أشطر منه، وهلأ جوزي ترك لي الصيدلية إلي وراح هو يشتغل بالتعهدات. أيوة. طيب ما بتنصحي ابني يدرس صيدلي؟ هي بصراحة المصلحة حلوة وناعمة وفيها قرش نظيف، وخصوصي إذا اشتغل بالتهريب وبيع الأدوية المهربة، لأنه الناس مثل ما بتعرف بتوثق بالدواء الأجنبي كتير. بقى إذا حابب ابنك هالشغلة اسمع مني وبلا ما يضيع خمس سنين من عمره بالجامعة وزدته بالسوق من هلأ، وأنا مستعدة شغله وعندي بدوام مسائي. بقى فكر وردلي خبر أبو حسام. ماشي الحال، شكراً. صاروا أكثر من الهم على القلب. بعدين تعال لك أبو حسام، وين البناء والعمار؟ اطلع حواليك كل شيء جامد بالبلد، لا حدا عم يعمر ولا حدا عم يبني، واللي قدران يعمر له بلوكي فوق بلوكي إيه ما بده مهندس، والمشاريع الكبيرة إلا ناسا. أما إذا كان ابنك حابب يشتغل بهالشغلة خليه يشتغل بالتعهدات، أربح له وأفيد له. ليش لا يدرس ويوجع راسه؟ ما بده إياها. اسمع مني. طيب وهندسة الميكانيك والكهرباء شو رأيك فيها؟ على أضرب
اسألني ليش؟ لأنه أول شيء دراستها صعبة كتير، لا وفي ناس بتفوت على الكلية وما بتطلع من صعوبة دراستها، وتاني شيء ما لها شغل حر، يعني آخرتها موظف بهالدولة. قول المهندس المدني أو العمارة بإمكانه يفتح له شيء مكتب ويسترزق له شوي، أما مهندس الميكانيك والكهرباء إيش بده يفتح؟ يفتح ورشة. ورشة شو يا أبو حسام؟ أنت إن شاء الله بفتكر إنه المهندس وقت اللي بيتخرج بيعرف يفك برغي؟ كلها دراسة نظرية، لا بتسمن ولا بتغني عن جوع. وفرضاً نوى يفتح له ورشة ويجيب عمال تشغيل تحت إيده، قديش فكرك بده راس مال؟ بده بلاوي زرقاء، بقى ما بده شغلة الهندسة. واسمع من هالدقن، سألني إلي عمو أبو حسام، هاي أنا خريجة علوم طبيعية، دخلك شو طلع مني يعني؟ يا سيدي بمئة ألف زور وبمئة ألف واسطة لحتى قدرت أحصل على الوظيفة اللي أنت شايفها. صدقني صدقني لو ما كان معي شهادة كنت رح أتوظف بنفس الراتب تقريبا. ابقى إيه لشو الدراسة ووجع القلب دخيلك؟ بعدين دراسة العلوم صعبة، لا تفكرها سهلة. على خدوا شرحوا لي هالجرادة وصوروا لي هالصرصور وطالعوا كلية هالأرنب وصوروا لي هالخنفسة، يعني شي بيطالع الروح وبيموت النفس. عمو يعني هو حابب يدرس علوم؟ الحقيقة هو محتار شو بده يدرس، ونحن محتارين معه كمان. ايه ما بده شي الشغلة، شوف المعدلات شو بيطلع له كلية، يغمض عيونه ويسجل. لا من جهة العلامات علاماته عالية، بيطلع له كل شي. اها مشان هيك محتارين. على كل حال أنا ما بعرف، من جهتي ما بنصحه بالعلوم، افضل علي التجارة. لك أنو تجارة هي؟ اسألني إلي، يعني ما شاء الله شو في عنا تجارة ناشطة وشركات كبيرة بدها مديرين أعمال، يعني قد ما طلع ونزل بدراسة التجارة آخرته محاسب. أرقام وحسابات وجع راس، بقى ما بده إياها أبداً، لا إله غير فرع. اسمع مني، حبيبي الصحافة مهنة المتاعب، مهنة الفضايح، مهنة وجع الراس. بعدين نحن ما عنا صحافي بالمعنى الكامل بالبلد، كلهم كم جريدة سياسية وكم جريدة رياضية وجريدة إعلانات، وكل جريدة من هالجرايد ثلاثة فيها ألف صحفي. بعدين دخيلك اللي عنده موهبة بالكتابة بيصير صحفي بدون ما يدرس. أصلاً ثلاثة أرباع الصحفيين المشهورين ما معهم شهادات صحافة. خريج الآداب عم يشتغل بالصحافة، خريج الحقوق شرحه، لك حتى خريجين الهندسة والطب والعلوم ما وفروها. بقى ليش ليحصر حاله بهالمجال الضيق؟ خليه يدرس اي فرع ادبي تاني ويشتغل بالصحافه بنفس الوقت، شو اللي بيمنع؟ بقى اسمع مني، ما بده اياها دراسه الصحافه، دور له على غير كليه بيكون احسن. تاريخ، جغرافيا، فلسفه، كله بينفذ على بعضه. تسالني ليش؟ ليش؟ لانه اخرته استاذ مدرسه. يعني مو منيح؟ ما قلنا هيك، بالعكس التدريس مهنه عظيمه كثير، بس ما في مين يقدرها. والطلاب صايرين غلاظ وما حدا عم يجي على المدرسة مشان يتعلم. الله وكيلك، صار لي 20 سنة عم درس، قضيتهم بين الطلاب وريحة الطباشير، فنيت عمري فني. وشو كانت النتيجة؟ لا جزاء ولا شكورة، زتوني بالشارع مثل الخرقة. يعني تركت التدريس حضرتك؟ مو أنا اللي تركت، هن طالعوني. هذا يا سيدي يتغلظ علي بالدرس ابن واحد مهم، طالعته برات الصف وبهدلته قدام باقي التلاميذ، قاموا طالعوني من سلك التدريس كله وبهدلوني قدام الاساتذه. بقى شو بدك بهالشغله؟ بتوجع الراس. التدريس بهالايام وجع راس، ما بدك شغله، ما بدك يامنه. معهد رياضي، ايش هو ناقصنا نطلطه يا استاذ؟ بعدين شو مستقبل استاذ رياضه؟ يعني كله بده يرجع للتدريس ووجع قلبه والتزام. لا عمي، دورنا على غير شغله. طيب شو رأيك ببقية المعاهد؟ المعاهد كلها عجقة ولة واجب. في نوع من المعاهد ملتزمة فيهم الدولة وهدول الطالب فيها بيطلعوا الوظيفة إجباري، بس وين بيوصفوه؟ الله أعلم. بعدين في معاهد ما ملتزمة فيها الدولة، يعني بيطلع الطالب من هون على الشارع رأساً، لا شغلة ولا عملة، وهدول النوعين ما بدك ياهم بنوب. بعدين تعال أقول لك، واحد بيصح له يسجل ابنه بالجامعة بيسجله بمعهد، الله يصلحك. شو صار معك أبو حسام؟ رح يروح وقت التسجيل على الولد ها؟ شو بده يصير يعني؟ ما صار شيء، ما بدنا نسأل ونستفسر بالأول؟ اللي حد هلأ ما خلصت أسئلة واستفسارات؟ والله شيء بيحير يا أم حسام، والله شيء بيحير. خذي امسكي الدفتر. شو
شو رح تعمل؟ بدي احكي كلمتين مع حسام. حسام؟ نعم بابا. أنا من رأيي إنك تقدم وراءك على بعثة الرقص. عن جد بابا؟ بابا شو اللي غير رأيك؟ يلي غيره إنه هذا الاختصاص الوحيد يلي ما انمعطت البلد فيه لسه.